يا صباح الخيرات على كل حضراتكم مشاهدينا في كل مكان في العالم، اهلا بكم جميعا وبدايه حلقه جديده من 10 الصبح في الاهلي. اكيد هنتكلم من خلالها كتير عن اللقاء المرتقب بين الاهلي والزمالك، لقاء السوبر كاس السوبر المصري. صباح الفل عليكم وصباح الفل عليك يا نهوان. بونجور، بدايه الحلقه طبعا ونهايه الاسبوع النهارده. آه يعني خلاص يوم الاربعاء بيبقى نهايه الاسبوع، لكن زي ما كريم اتكلم كده احنا عندنا فقرات مهمه وهينورنا في الفقره الاولى كابتن عادل تعيمه نجم الاهلي السابق، ملفات عديده طبعا اهمها ماتش السوبر يوم الجمعه باذن الله، وهذا الماتش او هذه المباراه المرتقبه اللي عندنا كلام كتير قوي فيها نتكلم. بس تاني هرجع اقول نقطه صغيره جدا، عايزين لا نفرح قوي ولا نزعل قوي جراء اي نتيجه هتكون، بس نتمنى ان اكيد الفوز يكون للاهلي. اعتقد الاهلي فيري ايجر او زي ما بيتقال كده عنده الرغبه الشديده ويمكن الاكبر ان هو عايز يعوض الموسم اللي فات ويمكن صحيح. الموسم اللي قبليه كمان احنا عايزين نعود مره ثانيه لمستوانا. الشواهد لحد هذه اللحظه يا كريم بتتكلم ان الحمد لله احنا ماشيين في خطوات سليمه جدا. فكره بقى ان فيريرا بقى له سنين مع الزمالك وعارف طريقه لعبهم، او احنا ككولر مدير فني جديد، هي مش هنقيسها بهذا الشكل قوي، هنقيس حاجات وعوامل كتيرة جدا برضو هنتناقش فيها أكيد خلال الفقرة الحوارية الأولى. الفقرة الثانية هتكون مع دكتور دينا أبو السعود، وملف آخر مهم جدا في طبعا ملف الصحة وسلسلة بقى الحديث عن السمنة اللي هو زي ما يتقال كده مرض العصر كل عصر للأسف الشديد. صحيح، خلونا نبتدي على طول بمباراة السوبر اللي أكيد كل حضراتكم منتظرينها زينا كلنا الحقيقة يوم الجمعة الجاي إن شاء الله. طبعا موقعة كبيرة بين الأهلي والزمالك على ملعب هزاع بن زايد، وفي حضور أكثر من 20,000 من جماهير الفريقين أو القطبين قطبي الكرة المصرية. بعثتنا وصلت بسلامة الله إلى الإمارات بالأمس وهتواصل تدريباتها طبعا استعدادا لهذا اللقاء المرتقب. وفي شوية نقط مهمة حابين يعني نبتدي نتكلم مع حضراتكم عنها وقبل اللقاء ما يبتدي ب 48 ساعة. سيناريوهات المباراة أكيد كلها في حسبان الجهاز الفني، يعني وارد جدا إن احنا نتقدم بهدف مبكر، وارد جدا إن احنا نتأخر بهدف مبكر. على كل الأحوال كده كده لازم تكون كل الحلول موجودة، والأهم من ده كله الثبات الانفعالي في الملعب، ده اللي فرق معانا قبل كده كتير واللي أكيد هيفرق معانا كتير في الفترة اللي جاية إن شاء الله. إن شاء الله اللعيبة كلها طبعا يعني على أتم الاستعداد وكلهم عندهم خبرات دولية كبيرة يقدروا من خلالها إن هم يتعاملوا مع ضغوطات ومع معطيات هذه المباراة بشكل إيجابي جدا. أتوقع إن أكتر من لاعب هيتألقوا إن شاء الله في هذا اللقاء، والأهم ودي من ضمن المكتسبات اللي احنا عايزين نشوفها متحققة بقى فعلا يوم الماتش ده بصفة خاصة، فكرة استعادة روح النادي الأهلي، روح الفانيلا الحمراء اللي بتظهر دايما الحقيقة في الوقت المناسب واللي بنحقق دايما من خلالها كتير جدا من البطولات. ونرجع للتاريخ ونتأكد من صحة هذا الكلام. تاني هنقول يا كريم ده أمر طبيعي جدا، وقسنا على ده مش فكرة قارنا نفسنا بنوادي عالمية زي برشلونة أو بي أس جي أو مانشستر سيتي أو مانشستر يونايتد، ملاش علاقة بالمقارنة على قد ما ليه علاقة بالحالة. الحالة مماثلة بشكل كبير، وده كان بيأكد قصة أن أنت ككيان كشخص كأي شيء لا يمكن تكون على القمة مدى الحياة، دي ما تبقاش معدلات الحياة الطبيعية. فطبيعي جدا الأبس أند داونز زي ما بيتقال، بس تاني البطل بيقع بس بيرجع على طول يقف على رجليه مره ثانيه. هو ده حال النادي الاهلي، واحنا اتكلمنا في ده تاريخيا. حتى لما قلنا خساره الدوري احنا كان بقالنا 20 سنه لا ما خسرناش الدوري مرتين ورا بعض، هنقعد بقى نكرر خلاص يعني؟ ده على سبيل المثال يعني. فامر طبيعي جدا ما فيش مشكله، لكن تعال بص لارقامك وتعال بص اي منافس حتى المنافس الاقرب ليك، لا فرق كبير قوي، لا فرق كبير قوي. فاحنا مش هنتكلم بقى في ده، هنتكلم في اللي جاي زي ما كريم اتكلم وزي ما احنا هنفضل نقول مباراه في غايه الاهميه، ولازم ان احنا مش هقول لازم ان احنا نفوز، بس لازم ان احنا نعوض، لازم ان احنا كمان فريقنا يفرح الجماهير، لازم ان احنا نعيد للنادي الاهلي تاني يعني المكانه بتاعته، ده اللي احنا منتظرينه. لكن خلي بال حضراتكم من حاجه، لا قدر الله لو اي شيء حصل يا كريم ده مش هيقلل من حبنا لهذا الكيان، ولا الجماهير هتقول انا خلاص مش هشجع النادي الاهلي، الكلام ده مش وارد ابدا، احنا يعني مش في القاموس عندنا. لكن اكيد احنا عندنا الرغبه الشديده جدا اكتر من اي وقت كمان فات، خلينا نقول ان احنا نفوز في مباراه السوبر القادم. وتاني انا مش عايز اخش في تفاصيل دلوقتي، لكن خلينا نتكلم يعني على ارض الملعب كده زي ما بيتقال. لا مباراه بطوله اعتقد الحظوظ هتكون باذن الله يعني مفروض 50-50. ثقتنا كبيره جدا في لعيبه الاهلي،
جدا، خصوصا المواقف اللي زي دي زي ما كريم كان بيتكلم برضو هتفرق معانا بشكل كبير. والمواقف اللي زي دي هي بقى اللي بتعرفك مين هو الاهلي بالظبط. لما انت بتبقى منتظر وعندك مباراه تقيله قوي بتبقى عارف ان الاهلي مش هيكسفك، الاهلي بالعكس هيشرفك بشكل كبير. الحضور الجماهيري كمان نقطه مهمه عايزه اتكلم فيها، لان هيبقى ليه وهو مش هيبقى ليه، هو طول عمره ليه تاثير كبير على الفريقين. لكن تعالوا نروح شويه لاحصائيات كمان مواجهات الاهلي والزمالك، لان مهم قوي واحنا مقبلين كده نتكلم عن الاحصائيات في السوبر تحديدا. طيب بلغه الارقام، هم واجهوا بعض تحديدا 7 مرات، الاهلي كسب في 5، الزمالك كسب 2، واول مواجهه بينهم كانت 2003. ده بلغه الارقام، برضو في جاب تالي كبيره طبعا. طيب صاحب الرقم القياسي فوزا باللقب برصيد 11 مره الاهلي، يلي الزمالك برصيد 4 مرات، بالرغم طبعا زي ما اتقال التفاوت في الارقام سواء في تاريخ المواجهات او بالتتويج باللقب، الا هنرجع نقول تاني الاهلي دايما معودنا ان الكره في الملعب، والموضوع ملوش علاقه برضو برانكينج او بعدد حصولنا على بطولات او غيره، لكن احنا لازم اكيد برضو نفتخر بتاريخنا، ولازم نبقى عندنا برضو مع الفخر بهذا التاريخ شغل على الارض بيتم. فمباراه قويه، مباراه حاسمه طبعا، مباراه الملايين بينتظرها، الاستاد كومبلي يا كريم يعني طبعا وزياده لا الموضوع اكيد هيبقى حدث مهم جدا يوم الجمعه. طبعا احنا مش هنبقى مع حضراتكم، لكن اكيد التغطيه على قناه الاهلي هتكون لحظه بلحظه بتنقل صوره حيه لحضراتكم على مدار اليوم كله، يعني لغايه انتهاء المباراه وبعد كده مع الاستوديوهات التحليليه المختلفه. ويا سلام بقى لو جينا يوم الاحد ان شاء الله وابتدينا بجولتك الشهيره صباح النصر. لا بص بقى طبعا. احنا مش هنبتدي بصباح النصر بس، لازم يبقى في يعني دخله مختلفه بقى يا كريم بصراحه، لازم نحتفل يعني احنا بجد والله العظيم. انا فاكره حتى يوم الثلاثيه بتاعت الاهلي لما انا وانت كنا مع بعض على الهواء وقتها، كنا تاني يوم على طول على الهواء، حتى اتقال لنا خلاص يعني ما تفرحوش قوي، لا انا عايز افرح قوي يعني بصراحه انا عايز افرح قوي، لان يعني الموضوع يستاهل، ليه ما نفرحش قوي؟ لا نفرح لما ان شاء الله هيحصل باذن الله الفوز يكون للاهلي والسوبر يكون في الجزيره، نيجي بقى يوم الاحد ونفرح لان من حقنا. هنفرح قوي كمان يعني طبعا في اي لقاء بيجمع النادي الاهلي بالنادي الزمالك، ايا كان في الدوري في الكاس في بطوله افريقيه ايا كان، دايما اللقاء ده ليه خصوصيه شديده جدا. لكن الحقيقه المره دي كمان وبشكل اضافي وبشكل استثنائي، اللقاء ده هيكون في منتهى الاهميه من وجهه نظر ومن منظور جماهير النادي الاهلي اللي عملت اللي عليها طول الفتره اللي فاتت وزياده، وحقها بقى انها تبقى قاعده مستنيه وتشوف المردود ايه. واكيد حته التاريخ اللي نهاوند بتقول لحضراتكم عليها، فكره ان احنا لازم نفخر بتاريخنا، وده حقيقي لازم نفخر بتاريخنا، وخصوصا ان هو تاريخ يشرف فعلا، تاريخ مضيء ومنير وحاجه جميله جدا. لكن تفصيلة التاريخ دي كمان لازم تكون محطوطة نصب أعين كل اللعيبة، أكيد هم عندهم قدر كافي من تحمل المسؤولية، لكن من ضمن تفاصيل المسؤولية دي نقطة التاريخ اللي ما ينفعش الصورة الحلوة بتاعته تتهز بأي طبعًا. شكل من الأشكال طبعًا. أنا بص أنت قلت كلمة حلوة، هو كل حاجة المباراة الجاية هتبقى بالضعف، يعني احنا طبعًا. عايزين الضعف في كل حاجة بجد طبعًا. يعني فخير إن شاء الله. لكن برضو تاني في كلام مش ما تخلينيش اقعد اقول تفاصيل دلوقتي يا ستي، ادينا هنقول ولسه عندنا فقره تحليليه يعني انا عايزه اوفر كل حاجه للفقره بجد، لان لا في نقاط كتيره، اصل الموضوع فارض نفسه الحقيقه يعني. او بصراحه الموضوع فعلا طبعا. فارض نفسه، لكن في نقاط اكيد مع كابتن عادل تعيم هنستفيد فيها على مدار طبعا الحلقه. وبرضه بمناسبه الكلام عن الاهلي والزمالك، عندنا خبر اعتقد يهم الفرقتين. الجهاز الفني للمنتخب الاولمبي قرر السماح لثنائي الفريقين احمد نبيل كوكا لاعب النادي الاهلي وحسام عبد المجيد لاعب الزمالك بالانضمام لفرقهم طبعا عشان يشاركوا معاهم في لقاء السوبر بعد مشاركتهم في مع المنتخب في ذهاب التصفيات المؤهله لامم افريقيا وكمان المؤهله لاولمبياد باريس 2024. بص انا من الناس اللي معجبه جدا باحمد نبيل كوكا بصراحه، او هو زي ما بيتقال هو بيحب اسمه يقول له احمد نبيل كوكا مش كوكا. اوكي ليه بقى؟ انت عارف اصل الاسم ايه؟ لا هو قال لك، هو حتى حكاها مره ليه سالوه يعني ليه اسمك ايه، جاب منين كوكا او كوكا ده؟ قال لك الاسم ده طلع عليا، هو اصلا انت عارف ان هو اشول يعني هو ايسر، فوالده كان بيلعب كوره، كان ليه صديق قريب ليه جدا برضو كانوا بيلعبوا كوره، هو كان صديقه ده اشول، فهو كان بيحكي ان باباه سماه على اسم صديقه لانه كمان كان شبهه، يا غير ان هما الاثنين يعني بيلعبوا برجليهم الشمال، لا كمان هو كان شبهه، فهو من هنا جه الاسم. لكن هو بجد لاعب واعد جدا، وطبعا كويس ان هما قدروا ان هما ياخدوا اذن او تم يعني اعطائهم الاذن ان هما يسيبوا المعسكر في اسكندريه او معسكر المنتخب ويروحوا بقى علشان يشاركوا طبعا مع الاهلي.
الاهلي ومع الزمالك طبعا سواء هنا او هنا. وبس احمد نبيل كوكا ليه قصه برده حلوه، ان انت عارف ان هو جه النادي الاهلي اصلا كان المفروض هو مواليد 2001، فلم كانش عندنا لسه في الناشئين 2001، فكان انضم وقتها ل 2000، وبعد لما انضم 2000 هم خلوه قالوا له لا ما تمشيش، وبعد كده اتعمل 2001 ناشئين. فلا هو يعني ابن النادي الاهلي وهو صغير جدا، فحاجه اكيد حلوه انت لما طبعًا تشوف لاعب مش جاي لك مثلا من اعاره او أيوة. او ديل انت بتعمله او صفقه، لا ده ابن النادي الاهلي برده بتبقى فرق كتير جدا عند اللاعب وعند النادي طبعا، لانه متاسس صح جوه النادي الاهلي وشارب انجاز التعبير شارب كل المبادئ والقيم. في انتماء يا كريم كمان، دي نقطه أكيد مليون في المية، نقطه مهمه جدا. تعالوا بقى نروح مع اخبار النادي الاهلي اللي قلنا لحضراتكم برده وفيكم بيها يعني كل لحظه، وايه الجديد اللي بيتم على الارض. مجلس اداره النادي بقياده طبعا كابتن محمود الخطيب بدأ في تجهيز لافتتاح فرع الاهلي بالتجمع الخامس، الحدث اللي كان ناس كتيره جدا من الجماهير بيقعدوا على السوشيال ميديا يسالونا يا جماعه هو فرع التجمع امتى، فرع التجمع امتى. احنا مع حضراتكم ها كل يوم هنوافيكم بالجديد. خلاص في استعدادات دلوقتي والمحدد لها المفروض الاسابيع المقبله يعني القليله جدا. وكان في اجتماع عقده العمري فاروق طبعا نائب رئيس النادي، وكان اجتماع يعني تم فيه شرح، ده كان امبارح الصبح مع المهندس امين غنيم رئيس جهاز تنميه مدينه القاهره، عشان يشوفوا بقى التجهيزات لافتتاح الفرع. والجلسه كمان اتفقوا على تطوير وتنميه المفروض المناطق المحيطه بفرع النادي، قيام باعمال اللاندسكيب كمان، انشاء المحاور المروريه الجديده والمسطحات الخضراء، اعمال الاناره، كل الكلام بقى اللي بيخص ان انت في الاول وفي الاخر يطلع لك صوره محترمه. الناس برضو اللي كانت بتسال عن فرع التجمع الخامس هو هيبقى شبه انهي فرع من الفروع، يعني كانت ناس بتقول لك ان هو شويه هيكون شبه فرع مدينه نصر، هو تقريبا على 50 فدان، في يعني في طبعا مجمع العاب وملاعب كتيره جدا وحمام سباحه محترم جدا، يعني في تفاصيل كتيره هيطلع بالصوره. اكيد في الاول وفي الاخر مجلس الاداره بيبقى حريص ان هو يطلع الصوره المحترمه اللي تليق ب يعني جماهير النادي الاهلي واعضاء النادي الاهلي طبعا. انا عن نفسي عندي فضول شديد ومستني اللحظه اللي ينطلق من خلالها بقى الافتتاح، لان اكيد هيبقى فعلا اضافه جديدة وإضافة كبيرة، أكيد المساحة دي هتكفي. وحضراتكم عارفين بقى النادي الأهلي كمان لما يكون بصدد عمل أو إنشاء فرع جديد ليه وما بيسيبش لا صغيرة ولا كبيرة، الحقيقة كل أمر بيهم كل رواد وكل مرتادي وكل منسوبي النادي الأهلي في أي فرع من الفروع لازم يكونوا مرضيين بدرجة مليون في المية، وإن شاء الله ده هيحصل بحذافيره مع الافتتاح الجديد للفرع الجديد إن شاء الله في القاهرة الجديدة. تعالوا بقى نروح لملف مختلف. إمبارح كان في ماتشات في الدوري أبطال أوروبا كان فيها غزارة تهديفية بدرجة كبيرة جدا. خلونا نتكلم عن أهم المجموعات اللي فيها منافسة على التأهل لدور ال 16. أول مباراة فاز فيها تشيلسي على ريد بول سالزبورغ النمساوي بنتيجة 2-1، وطبعا ده الفوز اللي خدم ميلان الإيطالي اللي هو كمان بدوره خدم نفسه بالفوز الكاسح خارج ملعبه على الدينامو زغرب الكرواتي برباعية نظيفة عشان يحسن كتير جدا من حظوظه في التأهل مع تشيلسي للدور ثمن النهائي. كده يبقى ترتيب المجموعة تشيلسي في الصدارة برصيد 10 نقاط، ميلان في المركز الثاني برصيد 7 نقاط، وريد بول في المركز الثالث برصيد 6 نقاط. المباراة الجاية إن شاء الله بين ميلان وريد بول، يعني يكفي ميلان فيها التعادل عشان يتأهل مع تشيلسي، ودينا قاعدين بنحسب معاهم وبنشوف الدنيا هتودينا لغاية فين. ايوه بس في متعة، بص مهما طبعاً كان انت بتستمتع فعلا وانت يعني بتتفرج. خليني اقول لحضراتكم برضو المجموعة السابعة يعني تقريبا الامور حسمت فيها بشكل كبير جدا بعد التعادل اللي جمع بين بروسيا دورتموند مع مانشستر سيتي، برضو كان ماتش حلو هنتكلم فيه بس كان بدون اهداف. وكده نقدر نقول بقى المجموعه يعني او ترتيب المجموعه، مانشستر سيتي مفروض في الصداره 11 نقطه، بعد كده بروسيا دورتموند 8 نقاط، وبعد كده مان سيتي وبروسيا مفروض هيتاهلوا رسميا واخر مجموعه حسمها باريس سان جيرمان تاهله ب 12 نقطه، ونفس الكلام كان بنفيكا 11 نقطه بعد ما اسقط للاسف او يعني خسر اليوفي او نزل لنتيجه هنا 4-3. ماتش برضو كان غريب، اول بقى خروج لليوفي بنتكلم من دور المجموعات صحيح. من سنه كام يا كريم؟ 2013. لا يعني الموضوع طبعا مش عارفه اقول المصطلح بس غير متوقع، خلينا نقول شويه غير متوقع. بس على كل حال لو هتكلم تحديدا عن مباراه بروسيا دورتموند ومانشستر سيتي، انت عارف طبعا ان هالاند كان اوريدي في بروسيا دورتموند، فحتى اللقطه جت عليه في اخر المباراه في الكاميرا كانت مركزه مع هالاند وهو بيسلم على اصحابه او يعني زمايله او هو ايفر يعني من بروسيا دورتموند، كانوا مبسوطين جدا وهم بيتكلموا. لكن كان ناس برضو بتتساءل بتقول لك طب هل كان جماهير بروسيا مبسوطين بها
هالاند ولا لا في المباراه امبارح. يعني ناس تقول لك لا اكيد هم زعلانين ان هو ساب روسيا دورتموند، وناس ثانيه تقول لك بالعكس النادي ده واخد ان هو كل كام سنه بيبقى فيه تغيير كبير جدا في النجوم بتوعه، وبيبقوا بالعكس الجماهير فرحانه وفخوره باللاعبين بتوعه لما بيروحوا بيتميزوا في نوادي اخرى. فده كان الرد او ده الشق يعني. بس امبارح بجد بروسيا دورتموند لو احنا هنتكلم النتيجه ليها غير ظالمه، بجد كانوا بيلعبوا بشكل رائع جدا. يمكن مان سيتي ما عرفش ان هو يقدم حاجه قصادهم بجد. لا بروسيا امبارح كانوا متالقين جدا، كان عندهم تكتل دفاعي اكثر من رائع، فالواحد فعلا استمتع. وكده متوقع برضو ان انت تشوف تنافسيه جديده جدا، حتى لو كانت الرانكينجز مختلفه بس في تنافسيه. لا بروسيا مقدم موسم محترم برضو. ورجوعا بقى لنقطه خروج يعني اسماء كبيره، مش العادي ان هي تخرج بره الاطار، ده برضو جزء من حلاوه دوري ابطال اوروبا، ان في دايما مساحه كافيه لوجود مفاجات، ودايما بيكون في وقت او مساحه يعني وقت كافيه ان احنا نشوف على مدار الاسابيع المختلفه من هذه البطوله، نشوف ان في حصان اسود غير متوقع بالمره جاي من بعيد وما كانش معمول حسابه، ونرجع ونقول تاني دي برضو جزء كبير من متعه دوري ابطال اوروبا. ومساله جماهير بروسيا دورتموند ونظرتهم لهالاند، ممكن يكونوا بيتعاملوا معاه بنفس منطق المصريين مع محمد صلاح، ابننا يعني ابننا متألق في الدوري الإنجليزي. صحيح. وارد جدا. صحيح. وارد جدا. على كل الأحوال النهاردة بقى يا حضرات هيكون في إثارة شديدة جدا، عندنا ماتشات حاسمة في المجموعة الأولى، نابولي المتأهل رسميا مع جلاسكو رينجرز، وليفربول خارج ملعبه مع أكس أمستردام، وطبعا هو ينقصه نقطة وحيدة عشان يحسم تأهله للدور اللي بعديها. المجموعة الثانية نارية جدا هي كمان، أتلتيكو مدريد آخر أمل ليه أمام باير ليفركوزن، لازم يكسب عشان يوصل للست نقاط، وكمان لازم يكسب ماتش الجولة الأخيرة أمام بورتو. في المقابل بقى كلوب يعني بروح المتأهل رسميا، عنده لقاء مع بورتو صاحب المركز الثاني برصيد 6 نقاط. المجموعة الثالثة مجموعة الموت، برشلونة عندها فرصة صعبة جدا أمام بايرن ميونخ، لكن الفوز لوحده لا يكفي البرشلونة عشان لازم ينتظر كمان هزيمة أو تعادل إنتر ميلان أمام فيكتوريا بلازنت، وطبعا ده أمر صعب جدا أنه يحصل. البايرن تأهل خلاص أول المجموعة برصيد 12 نقطة وهينتظر معاه بقى في يعني فريق آخر سواء برشلونة أو إنتر ميلان، ودينا هنستناه ونشوف. يعني واضح ان هي هتبقى انتر ميلان يعني الى حد بعيد. يعني للاسف الشديد لسه شويه على برشلونه لما يعود مره ثانيه لبرشلونه اللي احنا نعرفه، لسه الازمات عندهم، لسه ما حلوش مشاكل كثيره ماديه، يعني الامور لسه لم تعد زي ما تقال نصابها مع برشلونه، ولسه برده مش عارفين الصفقات الجديده هتحمل مين، لان برده كان في رومرز بتقول لك ان احتمال كبير جدا ميسي يعود مره ثانيه لبرشلونه، هل ده اصلا وارد ولا لا؟ ولو حصل هل ده هيكون صح ولا لا؟ ما دي بقى ما هو نخاف بقى. بالنسبة بعد تجربة كريستيانو نخاف بقى من النقطة دي الصراحة. يعني الوضع أكيد هيبقى زي ما بتقال كده عليه علامات استفهام، بس هنفهم طبعا خلال الفترة اللي جاية. طيب زي ما احنا متعودين بعد الطقس بنروح مع حضراتكم لفاصل سريع جدا، وبنرجع نكمل لحضراتكم أخبارنا. فاصل ونرجع. عودة لعرش الصبح في الأهلي، أهلا بكم مرة تانية. خلونا نروح سريع جدا نشوف كده آخر الأخبار وآخر المستجدات في النادي الأهلي بفروع مختلفة من خلال زميلتنا العزيزة مريم سميح. مريم موجودة حاليا في مقر النادي الأهلي بالجزيرة. يا صباح الخيرات عليك يا مريم، اتفضلي. صبح عليك طبعا يا كريم، وصبح عليك يا نهاند، وصبح على كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. يوم جديد وجولة جديدة من داخل مقر النادي الأهلي بالجزيرة. طبعا جولتنا النهاردة هيكون فيها جميع الأخبار المختلفة الخاصة طبعا باللجان، وطبعا الفرق الرياضية سواء الفريق الأول لكرة القدم والفرق الرياضية الأخرى. ولكن كده خلينا يعني نبتدي بالفريق الأول لكرة القدم، طبعا يعني الحقيقة أنه ما يقرب من 48 ساعة فقط بتفصلنا عن مباراة سوبر المصري أمام الزمالك، ده طبعا هيكون بعد غد الجمعة إن شاء الله. والحقيقه يعني ان مش بس جماهير الاهلي في الامارات هي اللي بتؤازر طبعا فريقها، ولكن هنا كمان في النادي الاهلي سواء طبعا مقر النادي الاهلي بالجزيره او فروع مختلفه هيكونوا موجودين يوم الجمعه ان شاء الله علشان مؤازره الفريق بقى على طريقتهم الخاصه وتشجيعهم هنا في النادي وفي الفروع المختلفه. الحقيقه طبعا ان النادي بفروع مختلفه هيستعد ان شاء الله، او بيستعد الحقيقه منذ ايام لاستقبال طبعا يعني الاعضاء او اعضاء يعني النادي الاهلي
في جميع الفروع وخاصة هنا بمقر النادي الأهلي بالجزيرة. الحقيقة إن هي استعدادات على قدم وساق، لأن الحقيقة يعني جميع جماهير النادي الأهلي بتتفائل بمشاهدة المباراة هنا بالمقر الرئيسي. طبعا هيكون في عدد كبير جدا من الشاشات، ده طبعا بجانب الشاشة الرئيسية الموجودة في النادي. وطبعا الحقيقة إن يعني الإدارة التنفيذية للنادي الأهلي بجانب مختلف الإدارات هنا بالمقر الرئيسي، الحقيقة إن هم بيستعدوا استعدادات كبيرة جدا لمباراة يوم الجمعة بالمنافس طبعا، وكمان يعني توفير عدد أكبر من الكراسي علشان استقبال الأعضاء بشكل أكبر الحياة، لأن طبعا هيكون كمان يوم ويك أند وهو يوم الجمعة، وأكيد مباراة هامة جدا. فالحياة أن الاستعدادات بتتم منذ أيام وأن هي مستمرة على قدم وساق حتى يوم الجمعة المقبل. خلينا بقى ننتقل ليعني أخبار فرقنا الأخرى الرياضية، والبداية طبعا مع فريق اليد. والحياة طبعا رجال يد النادي الأهلي كان الاجتماع الأول بالمدير الفني الجديد مستر ديفيد ديفيس، الحقيقة أن ده كان اجتماعه الرسمي الأول بفريق رجال يد الأهلي عقب عودتهم طبعا من السعودية، والحقيقة يعني حصولهم على المركز الرابع في سوبر جلوب. طبعا الحقيقة أن ده كان الاجتماع الرسمي الأول، والحقيقة أن كان فيه عدد كبير جدا من النقاط الهامة، ويعني يمكن كمان بجانب التعارف كان فيه استعداد قوي جدا والنقاط الهامة لمباراة غدا. الحقيقة أن أول مباراة لمستر ديفيد ديفيس هتكون غدا الخميس إن شاء الله في دوري المحترفين، ده طبعا هيكون أمام هليوبلس، ده طبعا في بمقر النادي الأهلي هنا بالجزيرة على صالة الأمير عبد الله الفيصل. كان في عدد كبير جدا من النقاط الهامة، وكان يعني يمكن شفنا أو أنا كنت موجودة الحقيقة بشكل شخصي امبارح عقب انتهاء الاجتماع مع ديفيد ديفيس ورجال يد الأهلي، كان في يعني وشهم كان باين عليه حالة من الرضا التام بالاستعدادات الكبيرة اللي يعني أكدها مستر ديفيد ديفيس استعدادا للمباراة الأولى لي أمام هليوبلس غدا إن شاء الله. ايضا شباب يد الاهلي مواليد 2002 اتعادلوا مع فريق الشمس بنتيجه 27-27، ده طبعا ضمن منافسات بطوله دوري المرتبط. خلينا بقى ننتقل طبعا للماسترز او رجال طايره الاهلي، الحقيقه يعني ان بيستعدوا مره اخرى للسيزن الجديد او الدوري ممتاز رجال. الحقيقه ان اول مباراه في الدور التمهيدي هتبدا يوم السبت الموافق 5 نوفمبر، والحقيقه ان يعني يمكن الماسترز او النادي الأهلي رجال طايرة الأهلي، النادي الأهلي وقع في المجموعة الثالثة طبعا مع نادي بنها وبتروجيت واسكندرية البترول ومصر البترول وأيضا نادي الترسانة. أول مواجهة هتكون يوم السبت إن شاء الله 5 نوفمبر المقبل، ده طبعا هيكون أمام نادي بنها في تمام الساعة 6 مساء على صالة الأهلي. ثم بقى يعني يمكن كمان تم تحديد مباريات الدور الأول للنادي الأهلي زي ما قلنا، الأهلي وبنها يوم السبت إن شاء الله 5 نوفمبر، وأيضا يوم 8 نوفمبر هيكون الأهلي ومصر البترول في تمام الساعة 6 على صالة مصر البترول. ثم بقى يعني يمكن نهاية الماتشات في الدور الأول هيكون الأهلي وبتروجيت الساعة 4 مساء يوم 12 نوفمبر على صالة الأهلي. أما بقى يعني الفتيات الذهب طبعا سيدات طائرة الأهلي أيضا يعني بقيادة حمدي الصافي، هيكون أول مبارياتهم يوم 7 نوفمبر المقبل، ودي أول مباراة أيضا في الدوري. طبعا يعني فتيات الذهب وقعوا في المجموعة الأولى مع الزمالك وهليوبلس ونادي الزهور ونادي 6 أكتوبر ونادي وادي دجلة ونادي الاتحاد السكندري ونادي أصحاب الجياد، وهيكون أول مباراة ليهم يوم 7 نوفمبر أمام نادي الزهور. طبعا يعني فريق طبعا سلة الأهلي أو رجال سلة الأهلي النهاردة الحقيقة أن هم سافروا إلى الأسكندرية للدخول في معسكر مغلق أكيد طبعا للاستعدادا للدورة المجمعة الثانية لبطولة دوري المرتبط، ده طبعا علشان غدا هيكون أولى مبارياتهم في الدورة المجمعة الثانية لهذه البطولة أمام طبعا نادي دسوق، هيكون أول مباراة يوم الخميس اللي هي غدا أمام نادي دسوق، ثم يوم الجمعة أمام نادي طلائع الجيش، ثم يوم السبت أمام نادي سموحة. طبعا بنتمنى لهم كل التوفيق في الدوره المجمعه الثانيه زي ما حققوا طبعا الفوز في الدوره المجمعه الاولى امام دسوق وامام طلائع الجيش وامام ايضا سموحه. اخيرا بقى طبعا يعني انشطه اللجان بالنادي الاهلي اكيد بتبقى انشطه هامه جدا وجزء لا يتجزا كمان من المسؤوليه الاجتماعيه اللي بتقوم بيها الدوله المصريه طبعا تحت قياده الرئيس عبد الفتاح السيسي. الحقيقه ان هم قرروا ان هم يهتموا باولى مبادره يعني بيئيه تتم في تاريخ
تاريخ مصر، وهي مبادرة تحضر للأخضر ده طبعا للحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية. الحقيقة أن طبعا قرر النادي الأهلي أن هو يكون جزء من هذه المسؤولية الاجتماعية أو هذه المبادرة، طبعا زي ما احنا قلنا أولى مبادرات التاريخ في مصر للحفاظ على البيئة وهي تحضر للأخضر. طبعا هيقيم اللجنة الثقافية طبعا ده تحت إشراف اللجنة العليا للجان وتحت إشراف الإدارة التنفيذية للنادي الأهلي. طبعا حضرت مسابقتين سواء في كتابة المقال أو الرسم، طبعا بتستهدف المسابقتين الفئات السنية من 10 ل 12 سنة ومن 13 ل 16 سنة. هيكون طبعا فيها أو يعني استهدفوا في هذه المسابقات أكيد زيادة كفاءة استخدام الموارد الخضراء والحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية. وطبعا أخيرا هي أهم حاجة هي دعوة لتغيير سلوكيات المواطن المصري ده طبعا على الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية علشان يكون الثقافة دي عندنا كلنا كشعب. وطبعا النادي الأهلي دايما بيكون حريص أنه هو يبدأ هذه الثقافات من عنده أو بدءا من عنده طبعا من أعضاء النادي. أكيد هنشوف حاجة محترمة جدا في مبادرة اتحضر للأخضر. طبعا دي كانت كل أخبارنا من هنا من مقر النادي الأهلي بالجزيرة. بشكركم جدا، الكلمة ليكم مرة أخرى. نشكرك على هذه التغطية المتميزة كالعادة يا مريم، شكرا جزيلا ليكي. ونروح دلوقتي مع حضراتكم للصحافة الرياضية. خلونا بقى ننتقل من أخبار النادي الأهلي للصحافة، وزي ما احنا عارفين احنا بنروح للصحافة طبعا محليا وعالميا. النهاردة هنقراها عبر السكايب مع الأستاذ عبد القادر سعيد الناقد الرياضي. يا أستاذ عبد القادر بونجور، صباح الخير على حضرتك. صباح الخير عليك وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بيك. و انا عاجبني الوول بيبر جدا، انا بتكلم بجد والله يا استاذ عبد القادر بتكلم بجد لا صباح الفل عليك، منورنا بجد وسعداء انك معانا. خلينا نبدا بهنا المانشيت الاول من جريده او صحيفه الرياضه. لو حضرتك سامعني كويس. تمام سامعك كويس. خلينا نروح المانشيت كده بيتحدث سان جيرمان، باريس سان جيرمان يعني، وبنفيكا يتأهلان ويوفنتوس بيودع. كان في ماتشات مهمه جدا امبارح هنتكلم في تفاصيلها، لكن خلينا نشوف ازاي او وجهه نظرك في مواجهات امس وتوقعاتك. طبعا النهارده كمان بيستكمل اليوم مباريات مهمه جدا، خلينا برضو نعرف توقعاتك اليوم والتألق برضو بتاع باريس سان جيرمان وتألق ميسي مره تانية والاحراز والاكثر من هدف. يعني الدنيا مع باريس سان جيرمان زي ما بيتقال كده جيده جدا هذه الفتره. اتفضل يا فندم. طبعا يعني هو في كمان بعيدا عن باريس سان جيرمان هو في ميسي تيم ورونالدو تيم، يعني في جمهور الكره في العالم منقسم الى اثنين، ناس بتشجع رونالدو وناس بتشجع ميسي. شفنا قبل بدايه الموسم المشكله الكبيره اللي عملها كريستيانو رونالدو مع مانشستر يونايتد علشان يمشي ويروح نادي بيشارك في دوري ابطال اوروبا، لان عنده رقم صعب جدا ان هو يتكسر. لكن مع غيابه عن البطوله السنه دي ومشاركه ليونيل ميسي، لا ميسي ممكن يقرب من الرقم او ممكن يكسر الرقم الموسم الحالي. طبعا الرقم هو تسجيل كريستيانو رونالدو 140 هدف في تاريخ مشاركاته في دوري ابطال اوروبا، بقى هو الهداف التاريخي للبطوله. ميسي قبل البطوله قبل البطوله ما تبدا كان متاخر بفارق 15 هدف عن كريستيانو رونالدو. النهارده ميسي او امبارح ميسي سجل هدفين ورفع رصيده الى 129 هدف، وبقى فاضل له 11 هدف علشان يعادل كريستيانو رونالدو. ومن هنا بتيجي الازمه اللي عند رونالدو ان هو يعني عايز يمشي باي طريقه حتى يكمل من دور 16 لو يقدر يشارك مع اي فريق في دور 16 لو مشي في يناير، لان سمعنا كتير جدا في الصحافه الإنجليزية عن احتمالية كبيرة لخروج رونالدو في يناير. ففي سباق كبير جدا في دوري الأبطال ما بين الاثنين. طبعا أنا عشان ميسي تيم فأنا يعني سعيد بتألق ميسي، وأعتقد أنه هو هيرجع تاني للمنافسة على البالون دور، لأن في 2022 كان حدث غريب جدا وهو خروج ليونيل ميسي لأول مرة من أول 30 لاعب، يعني حتى مش رقم 20 مش رقم 29، هو خارج القائمة تماما. فده كانت حاجة غريبة جدا، وأعتقد أن ميسي الموسم الحالي أو في بداية الموسم الحالي 2022-2023 هو بيرد في الملعب. وسبب توهج باريس سان جيرمان هو الثنائية اللي عملها ميسي مع مبابي. يعني الموسم اللي فات نقدر نقول أنه كان تأقلم، كان في حالة من الصدمة عند ليونيل ميسي اللي هو لأول مرة وجد نفسه خارج أسوار نادي برشلونة اللي دخله وهو مجرد طفل، مش هقول ناشئ حتى، قادم من الأرجنتين. لقى نفسه في باريس عاصمة جديدة، مدينة جديدة خالص، جمهور جديد، أجواء جديدة، دوري مختلف. فهو كان عنده حالة من الصدمة
لكن الموسم الحالي لا، هو تأقلم بشكل مميز جدا، ساهم في اكتر من 20 هدف في 2022. بدأ يرجع تاني ليونيل ميسي اللي احنا نعرفه، امبارح سجل هدف جميل جدا بوجه القدم الخارجي، يعني حاجة من اللي ما بنشوفهاش كتير اشتهر بيها في الفترة الأخيرة لوكا مودريتش نجم ريال مدريد. جواو كانسيلو صنع بيها هدف رائع جدا لإيرلينج هالاند في بروسيا دورتموند، لكن مش في مباراة الأمس، لا مباراة الجولة الأولى أو الدور الأول في دوري أبطال أوروبا. فطبعا ميسي، نقدر نقول ميسي رجع. إذا باريس سان جيرمان السنة دي مرشح بقوة، طبعا كل سنة بيكون مرشح بقوه، لكن السنه دي يتميز ان عنده ليونيل ميسي في حاله من التوهج الشديد جدا، وعنده كمان امبابي، وطبعا لا يمكن ان ننسى نيمار. يعني فطالما الثلاثه دول في حالتهم الفنيه على المستوى الهجومي، اعتقد يعني مفيش هي نقطة كويسة، بس هعلق سريعا على آخر حاجة قلتها. يعني فكرة هنا الثلاثي ده أو الترينجل ده ترينجل قوي جدا جدا في الكرة العالمية، ولكن المشاكل مؤخرا ما بين نيمار ومبابي برضو مؤثرة، ومحاولة مبابي إن هو يدخل ميسي في المعادلة برضو مش أفضل شيء، لو حضرتك تتفق معايا. طبعا كان في ازمات كبيره جدا، وساهم في ده كمان مؤخرا الاعلان عن العقد الخرافي لكيليان مبابي في باريس سان جيرمان، اللي سمعنا ارقام يعني انا مش قادر استوعبها، ان هو 650 مليون يورو عقد اللاعب علشان بس يفضل في باريس سان جيرمان. فلما يبقى في نجوم كبار جدا بحجم ميسي ونيمار، بس دول يعني عندهم كمان سيرجيو راموس، يعني اسطوره او تاريخ بيتحرك معاهم في الملعب، فما ينفعش ان لاعب اصغر منهم يمكن بنصف عمرهم تقريبا اقصر قليلا، يعني عايز يبقى هو النجم، عايز يبقى هو ياخد كل الامتيازات، اكيد ده ما يسعدش اي نجم موجود في الفريق. ودي هي مشكله الجلاكتيكوس اللي كان عامله ريال مدريد قبل كده، ان هو جاب عمل منتخب العالم والناس كلها قالت طالما معاك افضل افراد يبقى انت معاك افضل فريق، لكن الموضوع ده اتعمل عليه ابحاث كتير، حتى صحيح. اتعملت في كره السله لما عدد كبير من النجوم في الفريق الواحد، ده كانت أزمة كبيرة. لكن الموسم الحالي يمكن يكون في يعني تحسن بعض الشيء ما بين مبابي وميسي، شفنا أدائهم في الملعب صنعوا كتير لبعض الموسم الحالي، ونيمار ابتدى يخش معاهم كمان، فيعني أعتقد إن باريس المرة دي ممكن ينافس بقوة، وإن كان هو نافس قبل كده فعلا وصل للنهائي صحيح. وخسر من بارك، لكن ممكن يرجع للمنافسة بقوة السنة. رائع. طيب يعني انا برضو عايز اتكلم مع حضرتك في تفاصيل مانشات جاء هذه المره من خلال اليوم السابع، وكنت لسه متاخد من الرقم اللي حضرتك قلته، انا بصيت ان هود يعني لو تشوفوا بس الكريم معانا والله العظيم، يعني انا يعني ادفعوا لي 650 مليون عشان بس استمر، ده استمر ما يستمر يا استاذ عبد القادر، قوي ما يستمر ان شاء الله ملاعب خالص، وايه المشكله؟ عاملين بونص غريب جدا يعني لا كل لا 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 لا, لا, لا. ده كتير يا استاذ عبد القادر، ده كتير والله. طيب انا هروح مع حضرتك لعنوان او المنشط الرئيسي في اليوم السابع، بيقول ريال مدريد يفتح الباب امام هازارد للرحيل في يناير، وطبعا التفاصيل بتتكلم عن ان كشفت تقارير صحفيه لاحدى الصحف الاسبانيه ان نادي ريال مدريد قرر التخلص من نجمه البلجيكي ايدن هازارد في عام 2023، حيث اظهر العديد من الانديه الاهتمام به وعلى راسهم يوفنتوس الايطالي. التركية هنا بقى ايه من ضمن السياق الخبر، يعني ان سجل هازارد 7 أهداف فقط وقدم 11 تمريرة حاسمة لريال مدريد منذ انضمامه إلى النادي، على الرغم من دفع النادي أو الفريق الملكي ل 150 مليون جنيه استرليني للتعاقد معاه. على كده يا أستاذ عبد القادر يبقى الجول واقف ب 21 مليون تقريبا لو أنا مش غلطان، كتير برضه، كتير يا نهوي، كتير قوي، كتير كتير. طيب رأي حضرتك بقى الأسباب الحقيقية للرحيل، هل فعلا إن هو لم يؤتي ثماره في مقابل المبلغ اللي الضخم اللي اتدفع فيه؟ دي حاجة. الحاجة التانية تعتقد هتكون وجهته القادمة فين؟ طبعا ده خبر كل موسم او خبر كل سوق انتقالات، ان ريال مدريد عايز يتخلص من هازارد، وكان قبل كده كمان جاريس بيل، الاثنين يعني نقدر نقول، او خلينا نتكلم في هازارد دلوقتي بما ان جاريس بيل صفحته انتهت، لكن هازارد نقدر نقول كده يعني بالبلدي ان هي صفقه شربها ريال مدريد، او صفقه غير موفقه بالنسبه لريال مدريد، ان هو يدفع هذا المبلغ الكبير في هازارد ويجي الراجل يتحول تماما. كنا بنشوفه في تشيلسي كان يعني لاعب غير طبيعي، لاعب غير عادي، شبه ميسي في صناعه الاهداف، في الاهداف، حتى في القتال في الملعب، بدنيا كان مختلف خالص. جه ريال مدريد زي ما حضرتك قلت لعب 70 ماتش في كام سنه، يعني في 3 سنين او 4 سنين، لا الموضوع صعب جدا، ان هو عنده اصابات كتير كمان، ما بيشاركش كتير، يعني جمهور ريال مدريد اكتر خبر ممكن تسالهم بتسمعوه ايه في النادي، هيقول لك خبر اصابه هازارد او عوده هازارد للتدريبات. فطبعا يعني هو ريال مدريد بيحاول يتخلص
منه، لان ريال مدريد كمان محتاج يبقى عنده فند او محتاج يبقى عنده دخل كبير في سوق الانتقالات اللي جايه، علشان المفروض ان هو يبتدي يتعاقد مع مهاجم يكون بديل لكريم بنزيما، يبتدي ان هو يدعم صفوفه بشكل اقوى من كده كتير، خاصه في الدفاع والوسط. طبعا هو عنده عدد كبير من اللاعبين الواعدين في الوقت الحالي، لكن هو محتاج الفلوس اللي هتيجي من بيع ايدن هازارد. لكن مين هيدفع اصلا مبلغ كبير دلوقتي في هازارد علشان الفتره السيئه او الهيستوري السيء في اخر 3 أو 4 سنين للاعب؟ طبعا صعب جدا تلاقي نادي يدفع 100 مليون دلوقتي في هازارد، وان كان الرقم ده بنسمعه كتير دلوقتي في الكوره. يعني شفنا مانشستر سيتي بيجيب جاك جريليش من استون فيلا ب 100 مليون، ونفس القصه برضه، هو غير خالص اللاعب اللي كان في استون فيلا قبل كده. فيعني في صفقات بتبقى ممكن تشتري لاعب نجم كبير جدا ويجي عندك ما يعملش حاجه، والعكس صحيح. تماما، تشتري لاعب ما حدش يعرفه، زي ما شفنا ليفربول عمل اكتر من مره. يمكن حتى صفقاته اللي عملها الجيل الحالي، اللي بنى الجيل الحالي لليفربول او لحد الموسم اللي فات، بما فيهم ثلاثي الهجوم الرهيب في ليفربول، صلاح وماني وفيرمينو، ما كانوش من نجوم الصف الاول وقت تعاقد ريال مدريد معاهم. لكن هازارد يظل علامه استفهام كبيره جدا في ريال مدريد، ما حدش فاهم ايه اللي بيحصل، ما حدش فاهم ايه سبب الاصابات. ممكن ناس كتير قالت ان هو الراجل خلاص شاف ان هو حقق حلمه بالانتقال لريال مدريد، وان هو وصل لاعلى حاجه ممكن يوصل لها في الكوره، فابتدت العادات والسلوكيات بتاعته خارج الملعب تاثر عليه. ناس كتير شافته وزنه زايد اكتر من مره، حتى اثناء نزوله او مشاركته في المباريات بيبقى باين عليه فعلا ان وزنه زايد. حتى الناس بقت تعمل عليه كوميكس ان هو على طول بالبيتزا والبرجر والحاجات دي، لان هو واضح جدا ان سلوكياته خارج الملعب مش احسن حاجه، وده ممكن يفسر شويه الاصابات اللي تعرض ليها. لان على العكس تماما في مانشستر سيتي مثلا، لما تعاقد مع ايرلينج هالاند كان عنده نفس المشكله في بروسيا دورتموند في اخر موسم، ان اصاباته كتير جدا في مانشستر سيتي، طبيب ملازم ليه 24 ساعه، طبعا مش في البيت ولكن على تواصل دائم معاه، بيعرف ياكل امتى وبينام امتى وبيعمل ايه. حتى لما سالوا جوارديولا ليه الراجل ده بطل يتصاب، قال لهم بينام كويس، والراجل رد بسخريه يعني. فهو العادات خارج الملعب هي المؤثره، طيب. وهي اللي هازارد يخرج من ريال مدريد او على وشك يخرج من ريال مدريد. طيب استاذ عبد القادر، يعني نروح لاخر ماتشات بقى من في الجول، والماتشات كالاتي: جوارديولا بيكشف سبب خروج طبعا هالاند امام دورتموند، واللي برضو اثار يعني علامات استفهام ناس كتيره امبارح، كانتش فاهمه ليه يعني هالاند بيخرج، ليه هذا التغيير. لكن خليني اقول من يعني مستهل الخبر، تصريحات جوارديولا هي اللي عندي عليها علامه استفهام شويه. يعني هو تحدث ان هم قدموا اللي هم عايزينه او خرجوا من المباراه باللي هم عايزينه، ان التعادل ده كان يعني كويس ليهم ولبروسيا دورتموند. واتكلم برضو في حته ان الشوط الاولاني بروسيا كانوا متالقين اكتر، لكن الشوط الثاني هو قدر ان هو يعوض في الملعب اللي حصل معاهم في، او يعني التكتل الدفاعي الكبير اللي كان من قبل بروسيا دورتموند في الشوط الاول. خليني اعرف رايك في النقطه دي. طبعا يعني امبارح الماتش فعلا جوارديولا لعب بشيء من الواقعيه والمجازفه في نفس الوقت، لان هو يعني مبدئيا الحارس الاساسي بتاعه ايدرسون مورايس ما كانش بيشارك، لاعب الحارس اورتيجا اللي لسه متعاقد معاه في الصيف الماضي، وعمل بعض التغييرات، شارك رياض محرز اللي ما كانش بيشارك، ورياض محرز طبعا ضيع ضربه جزاء للمباراه الثانيه على التوالي. هو لا حديث في انجلترا عن غير عن رياض محرز، امبارح كان الترند رقم واحد مثلا على تويتر في المملكه المتحده اثناء وبعد المباراه، لان محرز ضيع ضربتين جزاء متتاليتين، وقبل صحيح. كده الماضي ضيع ضربه جزاء كانت ممكن جدا تحسم الدوري قبل الجوله الاخيره لمانشستر سيتي. فكان لو السيتي خسر الدوري الموسم اللي فات كان الناس كلها هتروح لمحرز، نفس الكلام لو السيتي كان خسر امبارح المباراه وبالتالي خسر صداره المجموعه، كان برضو الناس كلها هتقول محرز هو السبب. وجوارديولا علق بعد المباراه وقال ان محرز عنده شجاعه ان هو ياخد ضربات الجزاء، ولكن يعني ضحك شويه قال لا لازم يريح شويه، مش هيشوط تاني الفتره اللي جايه، لان اخر 3 ركلات جزاء يعني ضيعهم، وكان ممكن يضيع معاه مانشستر سيتي. لكن خلينا نرجع لايرلينج هالاند. هو طبعا هالاند الموسم الحالي هو تم استبداله في مباراه كوبنهاجن في الجوله الثالثه في دوري ابطال اوروبا، وما لعبش اصلا المباراه الجوله الرابعه امام كوبنهاجن، رغم انها كانت مباراه سهله بعض الشيء بالنسبه لمانشستر سيتي لو لعب بالقوه الهجوميه الضربه، وكان يقدر يعزز ارقامه، لكن هو توقف عند 5 اهداف، ما سجلش من الجوله الثانيه. يعني ال5 اهداف اللي جابهم في اول جولتين او اول 3 جولات، لانه ما لعبش في الرابعه، وطبعا الثالثه لعب شوط واحد امام مسجل فيها هدفين.
فزي ما كنا بنتكلم عن الهيستوري بتاع الاصابات بتاع هالاند، فجوارديولا بيحاول على قد ما يقدر ان هو يحافظ على الراجل لو في شك ان هو بالظبط ممكن يتعرض بالظبط. كده، وشايف ان المباراه مش محتاجه يعني بيسحبه. فهو امبارح قال كمان ان هو كان عنده سخونيه او عنده ارتفاع في درجه الحراره قبل المباراه، وما كانش في احسن حالاته يعني، فهو قرر يسحبه، خاصه ان البديل بتاعه الارجنتيني جوليان الفاريز ده مهاجم رائع جدا، ولكن هو حظه سيء جدا برضه ان هو جاي في فريق في ايرلينج هالاند، فمستحيل انك تلعب بالظبط بالظبط حتى لو يعني. فهو برضه بيحاول يديله الفرصه، وفي نفس الوقت بيحاول يريح هالاند لان لسه الموسم طويل والمشوار طويل جدا، سواء في الدوري او في دوري ابطال اوروبا. بس هي فعلا نقطة مهمة اللي حضرتك ختمت بيها استاذ عبد القادر، فكرة هنا ان البعض فعلا علق على ان موضوع هالاند ان هو معاه مهاجم اخر ده شوية بيعطل او معطل هالاند شوية من اللعب او الاداء الاميز ليه يعني. على كل حال مشكورك جدا استاذ عبد القادر السعيد الناقد الرياضي على هذه التغطية، شكرا ليك جدا. تخطيطه جميله وتحليله للامور جميل جدا، بس انا مختلف معاه بقى، او مش معاه، هو مختلف مع جماهير ريال مدريد اللي عايزه تتخلص من هازارد من منطلق ان وزنه زاد. يعني انا باخد 150 مليون جنيه استرليني وما يطلعليش قرش، ده الناس حتى تاكل يبقى وش. عيب والله العظيم الناس تاكل وش. نروح فاصل يلا ونرجع نكمل بعديها، خليكم معانا. طيب احنا كنا دلوقتي بنتابع مع حضراتكم يعني كواليس لسه حصريه مبعوثه لينا من يعني الامارات مباشره للفريق الاول في مقر الاقامه، وطبعا زي ما كنت بقول لحضراتكم هنوافي حضراتكم لحظه بلحظه بالجديد لغايه يوم المباراه وما بعد ان شاء الله المباراه. على كل حال اكيد عندنا كلام كتير جدا عن استعدادات الاهلي مواجهه الزمالك في السوبر وتفاصيل وعلامات استفهام وتوقعات وتحليلات، كل ده مع نجمنا كابتن عادل تعيمه نجم الاهلي السابق اللي منورنا النهارده. بونجور قوي، صباح الخير. صباح الفل على حضرتك. صباح الفل يا فندم، اهلا بحضرتك وبنسعد دايما بوجود حضرتك معانا، وخصوصا بقى في حلقه النهارده لان احنا عايزين نتكلم مع حضرتك باستفاضه في معطيات اللقاء المرتقب يوم الجمعه اللي جاي ان شاء الله، لقاء كاس السوبر المصري بين الاهلي والزمالك. وخليني اعرف من حضرتك بدايه كده في ضوء مشاهدتك او مشاهداتك لاداء الفريق في الاربع ماتشات اللي فاتوا، كان احنا لعبنا لغايه دلوقتي مع المدير الفني الجديد اربع لقاءات رسميه، اثنين منهم مع قاريين مع الاتحاد المنستيري التونسي ذهابا وايابا، وماتشين في الدوري. في ضوء اللي حضرتك شفته في الاربع ماتشات دول، الى اي درجه انت مطمئن لماتش يوم الجمعه ان شاء الله؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بدايه الراجل من اول ما نزل من الطياره ما راحش الفندق، راح رايح على الملعب على طول، لان هو بحكم خبرته كراجل درب منتخب النمسا عارف انه الايام بالنسبه له كتدريب بتعتبر دقائق. فمثلا لو انا هدرب شهر فتره اعداد، الشهر ده ما هو الشهر، لا انا هدرب مثلا في اليوم ساعتين الصبح وساعتين بعد الظهر، ادي 4 ساعات في 25 يوم، لان انا بدي 4 أو 5 أيام اجازات. فال4 ساعات اضرب في 25 هتبص تلاقي عدد الساعات طبعا يعتبر قليل جدا، ومع ذلك هو افضل من غيره، لان قبل كده احنا بقالنا 3 سنين ما بنعملش فتره عدد. واحده بس اصلا، بقالنا 3 سنين ما بنعملش فتره عدد خالص، على طول الموسم داخل في الموسم وهكذا. طبعا فاولا راح على طول على الملعب، ابتدى يشوف الامكانيات، يتعرف على الناس، وبعدين ابتدى يعمل حاجات كنا احنا بنطلبها من زمان، لان احنا كنا بنعملها زمان، بيعمل نظام اليوم الكامل. لعيبه تيجي الصبح لحد بالليل، ده شغلتك انت راجل محترف، فانا وكأنه معسكر، كأنه معسكر، بس معسكر دمه خفيف يعني. ايه مفيش في التدريب حاجة اسمها كل يوم اديلك جرعة معينة من التدريب، لابد يبقى فيه دايما تنويع. فانا بديلك الصبح شغل، بعد الظهر شغل تاني، تاني يوم هتلاقي شغل تالت ورابع وخامس، كل يوم انا بديلك شغل مختلف، وبالتالي هيبقى دايما انت جاي التمرين مفيش روتين في التمرين، في دايما انت متوقع حاجة تتعمل اكتر. التعامل مع اللعيبه بيتعامل معاهم مش بعجرفه وبتواضع، وفي نفس الوقت في حب وفي احترام. الحاجه الثانيه ابتدى يتعرف على الجهاز، ابتدى يتعرف على بعض اللاعبين، ابتدى هو طبعا قبل ما يجي كذا يوم يعني ابتدى يعرف تاريخ النادي الاهلي والفريق نتائجه كانت ايه واسماء اللعيبه والحاجات دي كلها، ابتدى يتعرف عليها واحده واحده. كان في نقطة أنا اتكلمت فيها قبل كده، وهو لما جه لقى عدد كبير قوي. العدد الكبير قوي ده مش مفروض. عدد كبير قوي من إيه؟ من اللعيبة. عدد كتير قوي من اللعيبة، كان في المجموعة الأخرانية اللي إحنا لعبنا بيها من الناشئين. مع ريكاردو
كان في مجموعه اللي احنا لعبنا اللي انضمت كانت مؤخرا اوكي فده كان المفروض يبقى في تقييم ليها بحيث ان الراجل لما يجي يبقى مركز يسهل عليه الامور يعني اهو كده وانا قلت الكلام ده يمكن مع الكابتن اسلام ابتدى اول ماتشين مع الاتحاد المنستير الحقيقه ماتش في تونس والماتش اللي هنا ابتدى يدي اللعيبه كل واحد بيدي له حقه انت في التمرين بتجيد بيشوف امكانياته الفنيه ايه مثلا هناخد مثلا محمود متولي من اللعيبه الكويسه قوي اللي بتبدا من تحت وانت في النادي الاهلي ما انتش محتاج الشناوي ياخدها ويروح شايطها وتبقى 50-50 لا انت عايزها تبقى مسيطر على الكوره 100% وهي في رجليك فابتدى يديله على الرغم ان هو بقاله سنتين تقريبا مصاب وما كانش بيلعب ابتدى يوظف محمد عبد المنعم في ناحيه الشمال هو دايما بيلعب ناحيه اليمين ابتدى يرجع اكرم توفيق واداله اول ماتش على الرغم ان بقاله سنه وعامل صليبي ومع ذلك ما خرجوش في الماتش الاولاني عشان يديله لياقه ماتشات ابتدى يعتمد على حمدي فتحي وعلى ديانج وطبعا ديانج بالنسبه له نمره واحد في وسط الملعب يعني فشوف كل الماتشات هو بيبتدي بيه مع يا اما السوليه يا اما حمدي فتحي الجزء القداماني هو اللي لسه في شويه قلق شويه ولسه ما استقرش عليه لكن هو ابتدى بعد الماتش اللي فات مع بعد ماتش اسوان ابتدى يحط ايده على بعض الحاجات الحاجات دي منها ان هو في المؤتمر الصحفي قال انه هناك ناس ما كانتش مركزه في ناس الاداء بتاعها مش قد كده انا عندي لعيبه كتير واللعيبه الكتير ديت انا هبتدي اديلها لان انا مش هعتمد على الرؤيه في التمرين لا انا هبتدي ادي في الماتشات علشان احكم على اللاعبين انا مبسوط جدا ان انا وده صح ولا غلط عفوا منعك قطع كلامك كابتن عادل يعني هل صح ان انا اجرب في اللعيبه في الماتشات ولا مفروض فعلا في اخد وقتي جدا في التدريب علشان يعني ما يحصلش اي حاجه بقى غير حميده اثناء الماتشات هو وجهه النظر في بعض اللاعبين بيبقوا في التدريبات كويسين قوي تيجي على ارض الواقع بقى والملعب على ارض الواقع بقى وفي الظروف والعكس صحيح والشده ومش كل اللعيبه طبعا لعيبه النادي الاهلي دايما بتتمتع بحته ان انا الجانب الجماهيري او الضغوط والحاجات دي انا متعود عليها فانت بتلعب في كل المحافل بتروحي في افريقيا بتروحي كاس عالم انديه بتروحي طبعا. دوري فانت متعود بالظبط فانا اللعيب عندنا متعود على دي لكن هو شاف ان هناك بعض من اللاعبين ما بيأدوش الواجب الدفاعي بتاعه وكان زعلان جدا لكن هو مبسوط قوي انه في ظل الظروف دي انت خدت 3 نقاط ودي اهم حاجه لاننا رايحين على ماتش مهم لكن هو في الفتره دي هو ابتدى يحط ايده على بعض الامكانيات اللعيبه ويعرف يعني ايه فلان ده هيدي لي 8/10 فلان ده ممكن انا ابتدي ادي له 10 دقائق فلان ده ممكن يقعده كبديل لان يعني برضه في الماتش اللي فات خاصه ان احنا طبعا لعبنا ماتش الاسماعيلي كان على اعلى مستوى ماتش الاتحاد المنستير الاثنين كانوا مستوى عالي جدا كبدايه صحيح ماتش اسوان هو اللي كان سيء وده واضح جدا من طريقه كلامه في الفتره اللي جايه هو يعني اعتقد انه هيبتدي يغير من تفكيره بالنسبه لرؤيه بعض اللاعبين من ضمن الحاجات اللي يعني اسعدتني جدا ان هذا الرجل واضح وصادق وصريح لما يطلع في المؤتمر يقول العيوب اللي عندي 1 2 3 4 فالرساله دي بتوصل للاعيب بيقول لهم انا جاي الدوري بالنسبه لي يعني انا مش عارفه لان انا جاي من اوروبا صحيح فانا الدوري انا مش عارف الفرق قوتها ايه والحساسيه ايه انا من يوم ما جيت من اول ما نزلت من الطياره بيكلموني على ماتش الزمالك وانا مش انا مش متعود على كده انا متعود ان انا العب كل ماتش بماتش كان يشكل ضغط ده برضو بشكل كبير على المدير الفني يعني الموضوع ممكن يبقى نتيجته مش حلوه الكلام ده لو مدرب ضعيف او شخصيته ضعيف المدرب القوي ثقته في نفسه وبتقيم كولر كده كابتن عادل ها شخصيه قويه جدا قويه جدا وبعدين بيشتغل على التفاصيل الناس القريبين واللي احنا احيانا بنبص عليه من بعيد كده بيشتغل على التفاصيل الصغيره العلاقه بين اللعيب ما يسيئش ابدا للعيب وبعدين ما بيوجهوش
قدام اللعيبه ياخده في الاوضه يقول له انت عملت 1 2 3، ما بيجيش قدام اللعيبه كلها ويروح قايل. مع ان دي مش مدرسه مانوال خوسيه، مانوال كان بيعمل ده في اللونج بس كان برضو اللعيبه بتحبه، وده كان معادله غريبه فعلا. ما هو بقى هيبتدي، بس هو في البدايه هيبتدي يعمل كده، بس بعد كده اللي انت بتقوليه هيعمل. حاسس هيمشي في نفس يعني هو الاول دلوقتي، هو طبعا قالها في المؤتمر، انا سعدت جدا في المؤتمر، حسيت ان انا في تفاؤل كتير جدا وكبير جدا من الرجل ده، لانه لما بيشخص الحاجه اللي هو فيها معناها ايه؟ معناها انه حط ايده على الحاجه اللي هو هيصلحها، وبالتالي طبعا دي بتبقى بتفرق جدا مع مدير فني بحجم هذا الرجل، لان الرجل ده مسك منتخب النمسا 7 8 سنوات ووصلهم لمرحله من طبعاً. الترتيب صعد بيه من المركز ال70 للمركز ال10 تقريبا ترتيب يعني منتخبات او قوه اي ضغوط انت بتلعب في اوروبا طبعا. طب ده فيما يتعلق بيه قدرته على التعامل مع الضغوطات، ولو خدنا في الاعتبار ان هو برضه لسه جاي البلد جديد ومش عارف حاجات كتير ومش عارف مدى قوه فرق كتير، فبرضه الضغط الجماهيري مش هيبقى واصله مش زي ما وصل مثلا للعيبه نفسهم. فانا عايز اسال حضرتك على تفصيله بتاعت الضغوطات دي. طبعا هو جزء او جانب كبير من قدر لعيبه النادي الاهلي ان هم يكونوا واقعين تحت ضغط لا لشيء غير لكونهم لعيبه في النادي الاهلي، وجمهور النادي الاهلي ليه طبيعه خاصه وما بيرضاش عن المركز الاول باي بديل اخر. فالى اي درجه اللاعب ممكن يفضل متصالح مع فكره الضغوطات، وامتى ممكن يبقى في نقطه معينه يوصل لها اللاعب من كتر الضغط ما يقدرش يدي لك اللي عنده؟ اللعيب نمره 1 ونمره 2 ونمره 10 لابد ان يبقى عنده هذا القدر من التحمل. حته ان انا الضغوط، لو انا معليش ضغوط عمري ما هنتج. اذا انا مش خايف عمري ما هجتهد طبعًا. وعمري ما هادي اداء جيد طبعًا. دايما هتلاقي العباقره سواء في طب في اي حاجه في اي موقف صحيح. في فن في لابد يبقى فيه سنه او قدر من الخوف علشان ابدع وعلشان اطلع اقصى ما عندي طبعا. لعيب الكوره يبقى كده، اذا ما عندوش دي ما ينفعش يلعب في النادي الاهلي، فيبقى متعود دايما ان انا نازلها على الاقل بدي 8.5 من 10 او 9 من 10 اللي الجمهور محتاجني علشان اساعده. رائع جدا كابتن عادل، اسمح لنا انا وكريم بس نروح يعني زميلنا فاروق صلاح دلوقتي ونعرف منه طبعا من الامارات مباشره اي كواليس جديده يعني خاصه بالفريق الاول طبعا من مقر الاقامه هناك. بص يا فاروق طبعا صباح الخير، بس احنا هنفضل معاك كل ساعه تقريبا عشان تطلعنا على كل جديد بيحصل والكواليس وايه المستجدات والاجتماعات والتدريبات والاستعدادات الفنيه والاستعدادات المعنويه، يعني خلينا نعرف منك كل حاجه، اتفضل يا فاروق. يعني خليني في البدايه صباح عليك يا نهاوند، صباح الخير، صباح الخير يا كريم، وصباح الخير على كابتن مصر الكابتن عادل طعيمه. يعني يا نهاوند انت كنت معايا من اول خطوه من لحظه الوصول لمطار القاهره، طبعا بتنقله من خلال شاشه قناه النادي الاهلي كل التفاصيل وكل الكواليس الخاصه ببعثه النادي الاهلي هنا في ابو ظبي وبالتحديد في العين واخر استعدادات فريق النادي الاهلي لمواجهه فريق الزمالك في مباراه كاس السوبر اللي تقام يوم الجمعه على استاد هزاع بن زايد. كواليس طبعا كنا نتكلم فيها، طبعا الوصول بالامس لمطار ابو ظبي الدولي كان في تمام الساعه 5:30 بتوقيت القاهره، 7:30 بتوقيت ابو ظبي. طبعا كان في استقبال بعثه فريق النادي الاهلي الاستاذه نهى القناوي القنصل المصري بالامارات العربيه المتحده، طبعا برفقه الكابتن سيد عبد الحفيظ والكابتن سمير عدلي اللي سبق تواجدهم هنا ابو ظبي قبل البعثه ب 24 ساعه لتيسير وتسهيل كافه الامور. سريعا الفريق اللي استقل الحافله اللي نقلتنا من ابو ظبي الى العين في مسافه استغرقت 1:30. دور كبير جدا بيقوم به افراد بعثه النادي الاهلي ممثله طبعا في الدكتور محمد شاوي رئيس بعثه النادي الاهلي، معالي الوزير العمري فاروق نائب رئيس مجلس الاداره، المهندس خالد مرتجي، الاستاذ طارق انديل اعضاء مجلس الاداره، كابتن محمود الخطيب كان حريص انه يتواصل علشان يطمن على كل افراد البعثه واخر ترتيبات المباراه باذن الله. النهارده ولو هنتكلم بقى على تفاصيل اليوم يا نهاوند لان عندنا تفاصيل كتير النهارده، طبعا اليوم اللي ابتدى بتناول اللاعبين وجبه الافطار في تمام الساعه 11 صباحا، وخلينا نقول من 11 بتوقيت ابو ظبي، 9 بتوقيت القاهره.
الساعه 2 طبعا هتكون وجبه الغداء، محاضره فنيه النهارده المستر مارسيل كولر هتكون في تمام الساعه 5، ثم التحرك الى ملعب نادي العين اللي هيستضيف تدريبات النادي الاهلي اليوم. يعني اول تدريب النادي الاهلي هيؤديه اليوم في الامارات هيكون على ملاعب نادي العين في تمام الساعه 6، بيبعد عن مقر اقامه فريق النادي الاهلي بمسافه 15 دقيقه. طبعا في امور بيتم الترتيب ليها، ان غدا ان شاء الله هيكون المؤتمر الصحفي المستر مارسيل كولر المدير الفني للنادي الاهلي اللي هيكون في تمام الساعه 10:30 بتوقيت ابو ظبي، الثانيه 10:30 بتوقيت القاهره، او تحديدا الثانيه والنصف الثانيه 10:30 بتوقيت القاهره، 10:30 بتوقيت ابو ظبي. امور كتير جدا طبعا بيبقى حريص عليها بعثه النادي الاهلي للترتيب لتجهيز كافه الامور. طبعا الاتحاد المصري اخطر النادي الاهلي بكافه الامور التنظيميه الخاصه بالمباراه. وطبعا يا نهواندي بالامس طبعا يعني استهلنا كلامنا بالترتيبات اللي بتقام هنا في ابو ظبي والتجهيز للحفله قبل انطلاق المباراه بثلاثه ساعات طبعا، وامور حريص عليها مجلس ابو ظبي طبعا وحريص عليها المسؤولين هنا في الامارات. طبعا هيكون الامور التنظيميه اللي ارسلها الاتحاد المصري ان في حاله انتهاء المباراه بالتعادل في ال 90 دقيقه هيتم الاحتكام الى وقت اضافي هيكون لمده 30 دقيقه مقسمه على شوطين، ومن ثم الاحتكام الى ركلات الترجيح. طبعا يا نهواندي الكابتن عادل طيب واحد من كابتننا الكبار اللي عارف اهميه هذه المباراه وانها مباراه ببطوله امام نادي الزمالك. خلينا اقول لك برضو ان من اجمالي 18 بطوله لكاس السوبر لعبت، النادي الاهلي خاض منهم 15 مباراه في هذه البطوله كاكثر الفرق المصريه اللي شاركت في مباراه السوبر. طبعا النادي الاهلي احرز 11 بطوله كاس سوبر، نتمنى ان شاء الله انها تكمل ان شاء الله وتكون البطوله ال 12 يوم الجمعه باذن الله. بص يا فاروق انا مش هطول عليك، بس انا هقول لك حاجه واحده هنختم بيها، السوبر في الجزيره صح ان شاء الله باذن الله. متابعين معاك زميلنا العزيز جدا فاروق صراحه، وبنتفائل بيك يا فاروق صراحه، يعني انت ما بتبقى مع بعثه للنادي الاهلي بترجعوا منتصرين، فباذن الله خير يا رب، وهنتابع معاك طبعا لحد يوم الجمعه يوم المباراه. شكرا ليك، شكرا جزيلا. حلو اللي هو يظبط نفسك على كده، اوعى بقى الوضع احنا خلاص قمنا ان شاء الله ربنا يسمع منك يا نهاوند ان شاء الله. طيب عوده بقى الكابتن عادل، وبرده عايزين نغوص مع حضرتك في تفاصيل هذا اللقاء المرتقب، وفكره الفكر التكتيكي للاثنين مدراء فنيين بمدارسهم المختلفه وخلفياتهم المختلفه، بين قوسين كده لو خدنا في الاعتبار طبعا تفصيله ممكن يبقى لها وزن وممكن ما يبقالهاش اي وزن بالمناسبه، فكره استقرار المدير الفني للزمالك مع فرقته من وقت طويل، في المقابل الكيس مش كده في حاله كولر مع النادي الاهلي كمستجد يعني في حياته، فشايف ان الى اي درجه ممكن تفصيله زي كده تفرق؟ على فكره كان في سؤال مهم انت قلته قبل الفاصل كنت عايز اجاوب عليه، انت فاكره ولا مش فاكره؟ لا كلام خدنا. طب حضرتك فكرني مشكور. انا مش فاكره بس اني فاصل، ما فيش فاصل قبل ما ناخد قصدي استاذ فاروق زميلنا احنا كنا حضرتك بس جاوبت السؤال ده. لا اللي هو اني طب معلش حضرتك فكرني مشكله مين مع مين العضه كبرت يا فندم وبقيت بسقط حاجه. مهم بس المهم عموما زي ما فاروق قال الاهلي وصل للسوبر 15 مره اخذ 11 مره، المنافس اخذ 5 مرات فقط، فرق كبير طبعا، فرق كبير. بالنسبه للتكتيك سواء للزمالك او للاهلي عمليه الاستمراريه بالنسبه في التدريب ما هياش مقياس، لانه ممكن جدا مع تغيير مدرب يبقى في فكر جديد وشغل جديد وروح جديده وروح جديده. يعني نشوف انت ليفربول مع كلوب وصل لمرحله سيئه جدا، اعتقد الثامن او التاسع في الدوري الانجليزي، فعمليه التغيير يا اما تغيير مدير فني يا اما المدير الفني يبقى موجود بس يبقى هناك تجديد دماء ولاعبين جداد بحيث ان يبقى في عمليه التنويع وعمليه الفكر الجديد اللي بتخش، ويبقى المدرب برضه في نفس الوقت بيطور من ادائه وبيشوف ايه الجديد اللي ممكن يضيفه للفرقه، ما يبقاش فيه زي ما انا قلت لحضرتك وقلت لمحمد ما يبقاش فيه الملل، انا كل مباراه انا هلعب بالطريقه الفلانيه او هغير بالطريقه الفلانيه، اللعيبه بيحصل لها تشبع وبيحصل لها نوع من الملل شويه. فطبعا كون انه مدير الفني نادي الزمالك موجود من السنه اللي فاتت لقى مساعده غير طبيعيه من جميع العناصر واكثرهم لجنه الحكام، لقى يعني دعم غير مسبوق ولا زال التوابع موجوده حتى الماتش اللي فات،
كولر داخل على مرحلة أنا شايف أنه بيلعب وعنده مرونة في التكتيك، يعني بالنسبة للتكتيك وهو بيأديه بتحس أنه هو ممكن يغير من طريقة اللعب أثناء المباراة، وعنده فكرة جيدة جدا عن كل لعيب. هو نفسه مؤخرا كمان صرح بده وقال أنه الفترة اللي جاية هيشتغل على تطوير الأداء وكمان على العمل الجاد تجاه الغزارة التهديفية. عايزين نستأذن حضرتك بس نطلع فاصل ونرجع نكمل كلامنا في التفصيلة دي. تفضل. طيب احنا حديثنا لسه اكيد مستمر مع كابتن عادل طعيمه اللي منورنا في 10 الصبح في الاهلي، ودايما بنورنا بصراحه، ودايما بيبقى معانا هذا اللقاء قبل اي مباراه يعني صعبه، مش هقول صعبه، اي مباراه هامه او في غايه الاهميه. وطبعا بنتكلم عن السوبر وبنتكلم عن دوافع بقى كل فريق هنا كابتن عادل، واكيد لو هتكلم تحديدا عن دوافع النادي الاهلي، لا النادي الاهلي عايز بشده ومفيش رفاهيه حسابات اخرى اصلا ان احنا ما نحصلش على السوبر هذا الموسم. خليني اروح مع حضرتك للنقطه دي، وهل الدافع ممكن يكون كافي ان الجماهير تطمن دافع بس؟ الدوافع ديت واللي دايما المحللين بيتكلموا عنها هي اللي بتخلي العربيه تتحرك، هي اللي بتخلي اللعيبه تنزل، وهي واخده في ذهنها انها تسعد الناس في الملايين اللي موجوده. صحيح. سواء في مصر او خارج مصر. الدوافع دي لولا الدوافع ديت ما يبقاش في متعه ولا يبقى في حاجه. اذا ما كانش الانسان وهو نازل التدريب ونازل المباراه والدوافع دي بتحركه، ايه هي الدوافع ديت؟ اولا بيتقن عمله، بيسعد ناس، بيدخل الفرحه في قلوبهم، الى جانب اسرتي بتسعد، الى جانب انا دخلي المادي، كلها امور متركمه على بعض. دخلي المادي بيزيد، رقمي في السوق بيزيد، ان انا تمني كذا، لما باخد بطوله بروح كاس عالم انديه رقمي بيزيد وهكذا. فدي طبعا الدوافع دي موجوده عند النادي الاهلي، لانه هو النادي الاهلي اتعمل وفيه الحته دي، الدوافع ديت. النهارده جمهورنا ما بيقبلش ان انت لو دخل في 5 بطولات عايز الخمسه مش عايز 4. صحيح. فهو اذا ما كانش الجمهور ده فضل الله ثم الجمهور ده اللي هو قوي جدا وراك وبيديك الدوافع ديت، بيقابلك في الشارع، بيجيلك في التدريب، بيجيلك في المباريات، بيجي يدفع من جيبه ويضيع وقته ويعمل كل حاجه علشان يشجع النادي ويشجع اللعيبه، وبينده على لعيب لعيب، وبعدين بيصرف من جيبه مبالغ كبيره جدا. وفي ناس بتقسط يا كابتن عادل عشان تسافر وتتابع الاهلي في كل حته بيسافر فيها. حضرتك ممكن يبقى في بيته ويمكن ما فيش، ومع ذلك انا يعني في برضه طبعا ناس، في كتير مقتدرين، بس في ناس برضه بيبقى اللي في جيبه رايح علشان يحطه علشان يحضر مباراه للاهلي ويشجع النادي الاهلي، وفي نفس الوقت ما عندوش الرفاهيه ان هو مثلا معاه مبالغ كبيره ولا حاجه. طب. فالدوافع دي اولا بتبقى مهمه جدا. الماتش اللي جاي هو علشان بس الناس تبقى عارفه، هو ماتش بطوله من مباراه واحده، مباراه واحده بتدي بطوله، فالمباراه واحده دي دايما بتبقى يعني سلاح ذو حدين. يعني انا النهارده موفق باذن الله تعالى، اللعيبه واخده المباراه بجديه، معظم اللعيبه بيبقى واللي بيبقى اهدى واللي بيبقى الدوافع عنده اكتر مبقاش خايف، لكن في نفس الوقت مبقاش عنده ثقه كامله، يبقى دايما انسان متوازن. ان انا نازل بحترم المنافس، انا نازل وانا عارف ان انا باذن الله باذن الله لازم ارجع ومعايا كاس البطوله علشان كل الحاجات اللي انا قلت عليها من اسعاد الناس والاخر. هل الحظوظ في الماتش ده نقدر نقول ان هي 50-50، ولا ممكن الرقم ده يختلف نتيجه اختلافات في الملابسات وظروف كل فرقه من الاثنين، او الدوافع زي ما احنا برضو لسه بنتكلم بالظبط؟ هو شوف، بحكم تاريخ النادي الاهلي هتبص تلاقي دايما الكعب العالي للنادي الاهلي في البطولات، سواء دوري او كاس او سوبر. شوف الفرق في الدوري 42-12، ده ما جاش من فراغ. 14 ولا 12؟ 12 او 13. 14 لا 13 كان 12 ولا 13؟ والله 14 هو في الحالتين ما رحناش بعيد، يعني ما رحناش بعيد فيعني مش بعيده يعني. فهو اللعيبه بتبقى عندها من الثقه في الماتشات اللي زي دي، وخاصه لما يكون عندك لعيبه كتير عندهم الخبرات دي، خبرات الماتشات دي. صح. فهتبص تلاقي خط الظهر بالكامل، حارس المرمى الشناوي، وخط الظهر، وسط الملعب، في المهاجمين، معظمهم لعبوا الماتشات دي ولعبوها كتير.
طب ما نفس الكلام ينطبق على الفريق المنافس، ما برضو عنده لعيبه عندهم ثبات انفعالي ناتج عن خبرات متراكمة. لا 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 مش للدرجه. لا لا، اولا انت جايب مجموعه لعيبه اول ماتش يلعبوه، يعني اللعيبه اللي انت جايبها جايب 10 لعيبه، ال10 لعيبه معظمهم ما قابلوش النادي الاهلي قبل كده، انما هتلاقي يمكن 3 4 يعني عواد مثلا اذا كان فتوح، اذا كان اسمه ايه دوت المسلوسي اظني او سيف الجزيري زيزو، اربع شيكابالا، خمس ست لعيبه النادي الاهلي ال11 واللي قاعدين بره كلهم لعبوا اهلي وزمالك كلهم وكلهم دوليين. فالفرق انك انت بتعتمد على ناس عندها الخبرات دي. طبعا الخبرات دي مش كفايه، يعني الخبرات دي محتاجه زي ما نهاوند قالت محتاجه دوافع. يبقى عندي الدوافع وعندي الثقه وعندي الخبرات ان انا في الماتشات دي وانا نازل يبقى عندي الثقه حتى وانا بمرر الكوره ليك، عندي الثقه ان انا بديها لك في رجليك في الرجل اللي انت عايزها وبتحرك لك في المكان اللي انت عايزه، بحيث ان احنا كلنا نبقى بنتحرك وعاملين نوع من الانسجام وبنلعب كره جماعيه ما فيهاش انانيه. ومن ضمن الحاجات يمكن السؤال اللي كنت حضرتك كنت انا عايز اجاوب عليه، حته الانانيه اللي كانت موجوده في ماتش اسوان من 3 4 لاعبين كانوا موجودين المباراه. الخواجه برضو كولر قال انا الماتش احنا اللي صعبناه على نفسنا، يعني احنا كنا كسبانين 1-0 وفي كوره لو تتلعبت بالعرض هتبقى الجول الثاني، وكوره ثانيه الشوط الثالث لو اتعملت لزميلي هتبقى الرابع، وكوره ثالثه او رابعه كانت هتبقى الخامس، فاحنا اللي صعبنا المباراه علينا. فحته الانانيه ديت اعتقد هو برضه من ضمن الحاجات اللي عجباني جدا فيه ان هو عايز يغير من اللائحه. يغير من اللائحه يعني ايه؟ يعني انا عندي 30 لعيب، في 11 لعيب في المباراه. انا طالب منك ومن نهوان انت هتعمل 1 2 3 وانت هتعمل 1 2 3 دفاعيا وهجوميا. طب انت نهوان ده ادت وانت ما ادتش. تاخد نفس المكافاه بتاعته؟ المفروض لا، لا فعلا. المفروض لا. طبعا لا. وده اللي هو ده ما كانش حاصل قبل كده؟ يعني مبدا الثواب والعقاب طول عمر النادي الاهلي فيه الكلام ده. طول عمر النادي الاهلي ده فيه يعني من الثلاثينات والاربعينات والخمسينات كلها حاجات، مثلا لعيبه يحصل مشكله بتاع يروحوا لاعبين بالاشبال والاشبال حصلت قبل كده كفريق كامل، حصلت كتير. ف وفي عقاب بيبقى فردي، لعيب 1 2 3 طب يبقى تبص تلاقيه النادي بيلفظه او يعني بيقول له شوف مكان اخر يعني. فحته الانانيه دي طبعا بتبقى موجوده يعني. فلما يبقى في نوع من العقاب مع طبعا المصابره، يعني انا بقول لك بلاش الانانيه واعمل كذا كذا، ما عملتش طب تاني مره؟ لا تاني مره يبقى لازم في وقفه، بعد كده يبقى في استبعاد، والا انت مش هتبقى مش ماشي مع المنظومه اللي احنا محتاجينها. هو ده الطبيعي كمان في مستوى النوادي المحترفه، يعني ده حتى لسه شايفينه مع مانشستر يونايتد وكريستيانو رونالدو والعقوبه اللي يعني فرض عليه المدير الفني، يعني لا هو ده الطبيعي وده الصح يعني. على كل حال بقى كابتن عادل عايز اروح مع حضرتك برده واسمح لنا بقى نرجع بالذكريات معاك شويه والسوبر والماتشات الجميله والكواليس بتاعت الماتشات الصعبه. خليني بقى حضرتك يعني كلاعب وكمعلق وكمدرب خلينا نرجع بحضرتك شويه على الذكريات دي. الماتشات اللي زي دي بتبقى محتاجه اولا وخاصه في النادي الاهلي في الفتره ديت بتبقى محتاجه تحضير بشكل محترف. اللعيبه مش محتاجه ان انا احفزها لانه الحافز موجود والدوافع موجوده عنده. غير انا كمدير فني ما احاول استفزه علشان يعمل الكلام ده، ممكن لو فريق اخر هيلاعب فريق اكبر منه اقوى منه ممكن انا اديله بعض الامور، لكن لعيبه عندها الخبرات دي وعندها. فطبعا عمليه التحضير انا رايح دبي قبل المباراه بثلاث اربع ايام علشان احضر نفسي وادي محاضرات، وفي نفس الوقت انا بدي معلومات عن الفريق اللي انا هلاعبه، لان زي ما انا قلت الكريم في مجموعه كبيره الراجل بيعتمد عليه في الفتره الاخرانيه ما لعبتش اهلي وزمالك، فهو حتى هو في الطياره بيقرا التيم الزمالك والعناصر الجديده اللي دخلت بتادي ازاي وايه ميزاتها وايه عيوبها، بحيث ان انا اقدر اطبق الشغل بتاعي واللعيبه اللي هي انا هستخدمها في المباراه دي علشان
أنجح إن أنا أسيطر على المباراة وأبقى عامل اللي عملت الاستحواذ وعملت الخطورة من بداية المباراة. الحاجة الثانية عملية الهدوء والتركيز بتبقى مهمة جدا، وبيبقى فيه قرارات. زمان ما كانش فيه السوشيال ميديا والحاجات دي. أنا النهاردة لما بقى اللعيب تليفونات والحاجات دي تبقى مفروض إنها ما تبقاش موجودة. الحاجة الثانية بيبقى اللعيب نفسه عنده الدافع والقوة إن أنا أبقى ذهني كله في المباراة دي. في نفس الوقت ما يبقاش فيه حتة الضغط القوي والتركيز الزيادة عن اللزوم، أبقى إنسان عادي طبيعي بحيث إن أنا أبقاش مشدود الشدة اللي هي مش مظبوطة، ودي طبعا الحمد لله بفضل الله مش موجودة. حاجة تانية مهمة في غاية الأهمية، حصل قبل كده مع فايلر، وكنت أنا أعتقد كنت معاكم أيام ما كنا في الاستوديو القديم قلنا إن الراجل أول مباراة كان بيلعبها في أفريقيا، قلنا الآتي: فايلر جاي لعيبة جداد بالنسبة له، فالمباراة دي هيبقى 90% لاعبين و10% مدير فني، لأن الراجل جاي يعني مش عارف حاجة، فلسه أسماء اللعيبة يمكن مش عارفها، وبيلعب مباراة في أفريقيا، وإحنا بقالنا فترة كبيرة ما كناش خدنا أفريقيا 7 سنوات. فالراجل ابتدى، قلنا وده اللي حصل فعلا، اللعيبة فعلا عملت هذا الكلام. برضو الماتش ده أو البطولة ديت اللعيبة عليها مش أقل من 85% من البطولة ديت. الراجل هيبقى عنده 15% فقط إنه يحسن التشكيل، عملية التغيير وإدارة المباراة بس بنسبة، إنما النسبة الكبيرة لكل الكبار اللي موجودين في الفرقة وكل الناس اللي شاركوا معظمهم لعب أهل وزمالك، ويعرفوا يعني ايه قيمة بطولة احنا محتاجينها في الوقت. يعني دي مش هتبقى مباراة مدير فني قصاد مدير فني، هتبقى لاعب للاعب؟ لا لا، ما اقصدش كده. اصل البرسنتج كده قليلة قوي بالنسبة. انا قلت ايه، عملية التشكيل وادارة المباراة والتغييرات دي مدير فني بنسبة قد ايه هيتحمل؟ 15. لان هو لسه مش عارف الدوري المصري قوته ايه. ده بالنسبه للكولر بس كاستثناء في المباراه. لان هو بعد كده مش هيبقى النسبه دي. اوكي يعني النسبه دي هتفضل على طول. هي المباراه ديت من ساعه ما هو في الطياره بيقولوا له اعمل وفايلر، احنا قلنا السوبر يا كولر. طب اقول لك حاجه، الماتش الفايلر لما كان موجود، الماتش اللي بعديه قلنا ايه؟ قلنا 70-30 خلاص. بعد ما خلاص قعد شهر لا خلاص بقى، بس دي النسبة اللي هي بتبقى محسوبه بالورقه والقلم. لكن عند اللزوم لما بيكون فيه، وانا هنا مش بتكلم على النادي الاهلي، انا بتكلم في المطلق بشكل عام، لما يكون الفريق اللي انت بتشجعه مش بيأدي كما ينبغي، بتلاقي معظم التعليقات اللاذعه بتروح للعيبه اكتر ما بتروح للمدير الفني. يعني مرجعيه الجمهور للاداء الوحش غالبا ما بيكون مبني على رؤيته لاداء اللعيبه، بغض النظر بقى ان ممكن يكون اداء اللعيبه ده ترجمه حرفيه لخطه اتقالت لهم قبل كده، ممكن يبقى الخطه هي اللي فيها عوار او فيها مشكله، لكن الجماهير دايما تحسها بتحاسب، او الاقرب للحساب بالنسبه للجماهير هم اللعيبه، ولا حضرتك شايف غير كده؟ ما هي العمليه بتبقى محسوبه بميزان حساس جدا. انت شايف ان مدير فني ما بقالوش اكتر من 5 اسابيع جاي من اوروبا على دوري افريقي في مصر، فالفرق مش عارفها في افريقيا، مش عارف الفرق كلها، حاجات بيتفرج عليهم في الافلام وفي الشرايط والحاجات ديت، بتبقى نسبه كبيره جدا من اللاعبين. لان اللعيب اللي عنده اكتر من 100 ماتش و130 ماتش واللي عنده 90 ماتش خبرات متراكمه، كاس عالم، افريقيا، بطوله افريقيا، انت واخد بطوله افريقيا شوف كام مره، 11 مره الخبرات دي اللي موجوده، انت لسه واخد افريقيا مرتين، كاس عالم واخد برونزيتين، وطبعا احنا واخدين ثالث قبل كده مع جوزيه. فالخبرات دي كلها اللعيبه بتبقى اخذت من اكتر من طريقه اداء في الملعب، بتلعب 3-5-2، بتلعب 3-2-1، كل الارقام اللي احنا بنقولها، الارقام دي مجرد بتتحط في الروشيتا او في الورقه اللي المدرب بيحط عليها، انما داخل الملعب تبقى عمليه مختلفه. هتبص تلاقي في احيانا بيبقى راس حربة واحد بس، ويبقى فيه 4 وفيه 5 في خط الظهر. لما بتهاجم بتبص تلاقيك بتهاجم ب8 و2
متاخرين زي ما بتشوف. الحاجه الاكيده ان حضرتك لازم تيجي تنورنا ان شاء الله بعد الماتش عشان نشوف يا ترى الكلام اللي احنا قلناه اتحقق بحذافيره ولا اختلف. احنا بنشكر حضرتك جزيل الشكر على وجودك معانا. نورت يا كابتن عادل كالعاده طبعا. شكرا لحضرتك. هنروح فاصل بس مش هرجع معاكم بقى. دينا كريم دي رؤيتك ليا وانا عشان برج العذراء يا عالم بيتقال لي كده ينفع كده؟ كريم هيرجع مع دكتور دينا ابو السعود والفقره الطبيه وانا اشوف حضراتكم تاني انا وكريم باذن الله يوم الحد. ونتمنى يا كريم ان احنا نيجي باذن الله فرحانين ونحتفل وناخد وقتنا كمان لان الموضوع ما هوش بطوله وخلاص. لا دي بطوله غاليه جدا برضو وفي نفس الوقت فيها يعني زي كده رد اعتبار او فيها عوده مره ثانيه للتالق اللي احنا نعرفه فيها في نفس الوقت مراديه كده ولو بطريقه اندايركت لجماهير النادي الاهلي. فاصل ونرجع نكمل. يا اهلا بكم مره ثانيه عوده دي 10 صحف الاهلي وتاني واخر فقراتنا الحواريه في حلقتنا النهارده. والحقيقه اللي من حضراتكم بيتابعنا بصفه مستمره هيلاقي ان احنا دايما في الفقره دي بصفه خاصه بنتكلم عن السمنه وخصوصا السمنه المفرطه وبنحاول دايما نبروز الى اي درجه هذا الامر خطير جدا على صاحبه. كلمنا كتير عن انعكاسات السمنه المفرطه على الصحه العامه للجسم وحتى على الحاله النفسيه. عايزين بقى النهارده نتكلم عن كيفيه النزول في الوزن ولكن بشكل صحي وآمن. ودي نقطة في منتهى الأهمية لأن في كتير جدا من الأحيان قد يلجأ البعض لأمور معينة ما تكونش صحية قوي حتى لو نزل بموجبها في الوزن برضو النزول ده ما بيكونش صحي. احنا النهاردة عايزين نتكلم في العكس النزول في الوزن بشكل صحي وآمن. معانا دكتورة دينا أبو سعود اللي بنسعى دايما بوجودها معانا في البرنامج. صباح الفل عليك. صباح الخير يا كريم. إيه كله تمام؟ الحمد لله كله حلو. الحمد لله. بتهيألي المشكلة دي دايما بتؤرق أي حد عنده سمنة مفرطة. زي ما هو منزعج من وجود السمنة ساعات بينزعج من كيفية إن هو يتخلص منها ولكن بشكل صحي وآمن. فده يتحقق إزاي؟ فعلا يا كريم أي حد سواء ست أو راجل مريض سمنة بينزعج جدا وبيخش في مراحل اكتئاب غير لو البادي ماس اندكس عدى الـ40 هنخش اكيد في ضغط وسكر وقلب ومشاكل في العظم ومشاكل في الركبه ومشاكل في المفاصل. وبتلاقي شباب معديين في البي ام اي فوق الـ40 دي كارثه. لازم يبقى في وعي شديد ان احنا لازم نخس مش بس عشان الشكل الجمالي. اكيد الشكل الجمالي مهم جدا لكن عشان صحتنا تبقى كويسة. وطول ما احنا بنكبر في السن بيبقى عندنا اوريدي مشاكل في الحرق. يعني كل ما انا بكبر في السن حرقي بيقل فما ينفعش ان انا اسيب نفسي في الوقت الجسم فيه شغال حرقه كويس. ناس بتتبع زي ما قلت يا كريم في الاول انظمة غذائية مش صحية ان انا احرم نفسي من الاكل تماما. ده غلط جدا لان انا محتاجة اكل محتاجة بروتين محتاجة كربوهيدرات بنسبة قليلة محتاجة فيتامينز مهم جدا. جاي اتكلم معاك النهاردة ازاي نقدر نخس بشكل صحي وبشكل آمن مع شركة بايوناتشرلز اللي انتجت مكمل غذائي رائع آمن ما بيشتغلش على المخ. ودي حاجة مهمة في بعض الأدوية بتشتغل على المخ وانا ما بحبذهاش ابدا ان انا ابتدي اخدها وابتدي اتعصب وابتدي احس ان انا في دي هايدريشن عايزه اشرب ميه ويبتدي يجي لي ارق. لا دي دايما انعكاساتها احيانا بتبقى انعكاساتها لكن المنتج اللي انا هتكلم عنه اللي هو ألبا مالتي بيت اللي انا شايفاه على الشاشه طبعا ده كورس كامل من بيستا اللي هتكلم عنه ده اللي بيعمل على انقاذ الوزن بشكل سليم ومعاه الألبا مالتي بيت. ألبا مالتي بيت ده مهم جدا. ليه؟ لان اي حد بيخس لازم يعوض قله الاكل بالفيتامينات. هو لما بيفقد وزن بيفقد معاه بالضروره معادن وعناصر مهمه للجسم. طبعا لو انا قللت اكلي اكيد ممكن جدا افقد. انا محتاجه الفيتامينز عشان مناعتي طول الوقت تبقى عاليه عشان بشرتي ما تتاثرش عشان شعري ما يتاثرش عشان اخس واحس ان وشي فيه نضاره ما احسش ان شعري بالكتل عمال ينزل مني. لا انا عايزه اخس وافضل حلوه. انا عايزه اخس وافضل يبقى شكلي مناسب وكاريزمتي ما راحتش يعني. فده الكورس اللي شركه بايوناتشرلز بتقدمه كورس اللي هو منتج بيستا اللي هتكلم على مكوناته معاك دلوقتي مع ألبا مالتي فيت اللي بيدعم جدا الفيتامينات لانه بيحتوي على 13 عنصر من الفيتامينات والمعادن
مع القهوة الخضراء اللي بتعلي لي الحرق، وكمان بيطلع مع الكورس هدية فيتامين د المهم جدا للمناعة وللحرق وللشعر ولكل وظائف الحياة وكل وظائف الجسم يعني. جميل. والمنتجين دول طبعا للرجالة وللستات طبعا. الأعمار بقى، الفئات العمرية اللي يقدروا يتعاملوا مع هذا المنتج ابتداء من ابتداء من 13 سنة بقدر أستخدم الكورس عادي جدا، ما فيش أي مشكلة لجميع الأعمار، ستات ورجال، أصحاب الأمراض المزمنة ما عنديش مشكلة معهم خالص. إزاي نقدر أستخدم الكورس إزاي؟ مش أنا اللي بحدده، الدكاترة أو إخصائيين العلاجيين الموجودين في شركة بايو ناتشرلز، الأرقام الشركة ظاهرة على الشاشة، بيقدروا يتواصلوا مع الشركة. هو الاستخدام بيختلف من شخص لآخر؟ طبعا. طبقا لإيه أو بناء طبقاً على إيه؟ طبقا إن أي مريض سمنة هيتكلم هيقول الطول، هيقول الوزن، هيتحسب له البادي ماس اندكس، نعرف الدهون عنده زياده قد ايه، هنعرف هو بيلعب رياضه ولا لا، لان اللي بيلعب رياضه او اللي بيمشي شويه او بيتحرك سرعه الحرق عنده اعلى شويه. فالب مالتي، وطبعا مع مريض لو عنده سكر او عنده ضغط او عنده قلب، هناخد من ساشت لثلاثه ساشت في اليوم. يعني بيستا اولا هو طعمه عصير التفاح فطعمه حلو جدا. جميل. بنحطه على كوبايه ميه كبيره عشان الالياف اللي فيه تدوب كويس قوي قبل الاكل بنص ساعه. عشان كده احنا بنقول ان بيستا، طبعا انا على الشاشه بعض من العملاء اللي استخدموا كورس بيستا وخسوا عليه، ده مهم قوي. ازاي بنقدر نخس؟ ان بيستا دخله الياف، مهم قوي اي حد يخس لازم ياخد الياف. الالياف دي زي ما بيقولوا بتنفش في المعدة وبتخلي المعدة بدل ما الحيز بتاعها 100% لا، الحيز بتاعها بقى قليل قوي. فلما باجي اكل ما باكلش الكميات الفظيعة اللي انا كنت باكلها، وبحس ان انا مش قادرة اكل شبعانة. ودي ده تارجت مهم قوي، ان انا ما احسش ان عندي شراهة في الاكل. طول عمرنا عندنا شراهة في الاكل، حتى الناس اللي عندها سكر عندها شراهة في الاكل. واول حاجه في مريض السكر بيتقال له لازم تخس، ما ينفعش يبقى حد عنده سكر ويفضل تخين، عشان نعلي من حساسيه الانسولين للخلايا. صحيح. هاخد ساشه واحده او اتنين او تلاته، الدكاتره او اخصائيين العلاجيين الموجودين داخل الشركه بيقدروا يتابعوا الحاله. احنا عندنا متابعه مجانيه كل اسبوع، ودي حاجه مهمه قوي ان احنا ندعم مريض السمنه، تدعيم نفسي طبعا. وتشجيع، ده بيدي حافز ان هو ايه، اول اسبوع انا عملت كذا، اخدت كذا، خسيت كذا. فبيدي حلو قوي ان حد مريض سمنه يبتدي معانا ويلاقي اول اسبوع خس، بيديله حافز انه يكمل، بيديله ثقه بنفسه اكتر. وعلى طول بقول اتس نيفر تو ليت، مفيش حاجه اسمها انا عديت ال 90 كيلو، انا عديت ال 100 كيلو، خلاص بقى عايشه زي ما بايظه يعني. بايظه اكل براحتي، لا، ما أنا كده مش بس شكلي بقى وحش، أنا كده عرضة لأمراض مزمنة أنا في غنى عنها. أنا أسمع إن السمنة المفرطة هي بوابة لأكثر من 44 طبعًا. مرض مختلف ممكن يصيبه الإنسان. طبعًا أكيد أكيد أكيد. السمنة بتدخلني في مشاكل القلب، بتدخلني في مشاكل في التنفس، بتدخلني في مقاومة أنسولين، بتدخلني في سكر نوع تاني، بتدخلني في مشاكل في العظم. لا يعني على طول بنقول لازم نخس، مهم قوي. واي حد بيخس بيلاقي ان بتدخلي في مشاكل اكتئاب كتير جدا طبعا. وبتدخلي في مشاكل في عمليه طبعًا. التمثيل الغذائي وفقدان الثقه في النفس طبعا. ممكن يبقوا عرضه حتى للتنمر في بعض الاحيان للاسف. طب تعالي بقى نشوف ترجمه عمليه للكلام اللي احنا بنتكلم فيه ده من خلال حاله اتعاملت مع فيستا ونشوف حصل معاها ايه. اتفضل احكي لنا قصتك مع بيستا وإزاي ساعدتك تخس؟ أنا اسمي علي جمال محمود، سن 24 سنة، كنت 115 ودلوقتي 85 كيلو. أنا قبل ما استخدم بيستا ما كنتش بقدر أتحرك، ما كنتش بقدر ألبس. صحابي كان بيجوا مثلا يقول لي يلا نلعب كورة، ما كنتش بقدر أروح عشان كنت بيبقى فيه صعوبة عندي في الحركة، فكنت محروم من حاجات كتير قوي. بس بعد ما استخدمت بيستا كل الحاجات دي اتحلت. أنا كنت بستخدم بيستا قبل الأكل بنص ساعة يوميا، كان بيحسسني بالشبع وكنت باكل كل اللي انا عاوزه، وما كانش عندي مشكله في الطعم نهائي لان طعمه كان طعم التفاح كاني بشرب عصير بالظبط. كنتش محروم من حاجه نهائي. انا كنت باخد بيستا بس كنت باكل بكميات قليله لانه بيحسسني بالشبع لمده طويله. وانا الصراحه بنصح اي حد عاوز يخس او عنده سمنه انه يجرب بيستا.
الحقيقة دايماً بنشوف يعني أعمار مختلفة بتتعامل مع هذا المنتج، والحمد لله أن كلهم تقريباً يعني تجربتهم دايماً بتبقى سعيدة في النهاية. طبعاً طبعاً. يعني الكيس اللي احنا شفناها وصغير ده 24 سنة ومعدي في حلقات قبل كده كمان شفنا ناس يعني بالمعنى الحرفي يا دينا بتشوفي بني آدم جديد. أكيد حقيقي بني آدم طبعاً. جديد إحساس بيبقى مختلف قوي يعني طبعاً. إحساس رائع إن 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 الواحد يقدر يخس ويقدر يعمل مهامه اليومية. خلي بالك أي حد تخين أو مليان أوي سواء ست أو راجل بيبقى صعب إن هم ينزلوا ويروحوا يخلصوا نشاطاتهم اليومية طبعا. ونشاطاتهم الاجتماعية مجهود كبير عشان يعملوا حاجة بسيطة عندهم يعني. دهون كتير طبعا. فده بيبقى صعب قوي. لازم نخس لا محال يعني. اللي بياخد بيستا بصفة مستمرة وقاعد منتظم عليه شهر واثنين وثلاثة ونزل كم الوزن اللي هو كان عايز ينزله يعني حقق الهدف المنشود ايوه وبطل تمام، هل بترجع الامور لسابق عهدها وترجع تاني المعدة تشتغل بكفاءتها الكاملة او مش كفاءتها؟ المساحة بتكون متاحة بشكل كامل لان احنا نرجع زي ما كنا قبل كده ندخل فيها نفس كميات الاكل السابقة؟ بص يا كريم، اللي عنده إرادة رهيبة يكمل من غير بيستا. يعني اللي عنده بقى إرادة قوية وقادر يمشي على لايف ستايل معين أوكي، لكن أعتقد أن صعب. يعني أعتقد أن أكتر من 70%، أنت عارف أصل المنتج إحنا ما عملناش تكميم، إحنا ما قصناش، ما عملناش جراحة، فالمعدة زي ما هي. فلو مش قادرين أن إحنا نمشي لوحدنا في كورس تثبيت بيبقى مثلا ساشت واحدة في اليوم زي ما الدكاترة اللي في الشركة يقولوا، أو كل يومين ناخد ساشت واحدة، ده كورس التثبيت مع الشركة. لكن اللي قادر يمشي وعنده إرادة، بس أعتقد إحنا قدام الأكل إرادتنا ضعيفة شوية. إحنا عايزين أصلا دواء للإرادة أصلا. يعني الإرادة مشكلة كبيرة للناس اللي بتعاني من سمنة، الناس اللي بتعاني من مشكلة وقافة التدخين. يعني الإرادة للأسف مطلوب حضورها بقوة في أمور كتيرة مهمة في حياة البني آدم طبعا. لكن مش كلنا عندنا الإرادة. لا مش كلنا طبعا. أقوية دي حقيقة، دي حقيقة. احنا قلنا ان كل الاعمار ابتداء من سن 13 سنه فما فوق عادي تتعامل مع المنتج بشكل كامل. والب مالتي فيت كمان مش بس بيستا يعني قال مهم قوي الب مالتي فيت. الناس اللي بتتفرج عليا بقى ومش عايزين يخسوا ياخدوا الب مالتي، يعني يكلموا الشركه ياخدوا الب مالتي فيت. احنا الب مالتي فيت اكيد موجود في الصيدليات. ليه مهم جدا يعملوا كده؟ الب مالتي فيت احنا كلنا حتى اللي مش عايز يخس عايز يدعم مناعته، عايز يدعم التمثيل الغذائي. من غير تمثيل غذائي انا بقول مفيش حياه. التمثيل الغذائي مهم جدا. الب مالتي فيت ده مالتي فيتامين ملم بمعظم، مش هقول كل لكن اقدر اقول معظم الفيتامينات اللي الجسم محتاجها يوميا من فيتامين بي كومبلكس مهم قوي، فيتامين بي، الكوبالامين، الفوليك اسيد، البيوتين مهم جدا لتكوين كرات الدم الحمراء، مهم جدا لصحه اعصابنا والاعصاب الطرفيه. عندك الزنك وفيتامين سي والكوبر النحاس مهمين جدا للمناعه، واحنا داخلين في شتاء عايزين نحمي جسمنا من الفيروسز فلازم نقوي مناعتنا جدا. دخله كالسيوم مهم لتكوين عظمي، وما نخافش من يعني الب مالتي فيت ده بيتاخد لايف تايم، ما نخافش من نسبه الكالسيوم اللي جواه لان نسبه الكالسيوم اللي جواه 70 بس، انا الجسم محتاج 1000 غير الكالسيوم. فكره التراكم لو انا باخده يوميا حبايه كل يوم الصبح العمر كامل ما بيبقاش في اي تراكمات للمكونات دي. بالنسبه للالب مالتي فيت الفيتامينز اللي فيه قابلة للذوبان في الماء، ملهاش اصلا تراكم في الخلايا او تخزين في الخلايا. ده اللي احنا بنخاف من التراكم بالفيتامينز القابلة للذوبان في الدهون. دي بتتاخد بكميات بسيطه جدا او بنعمل لها تحليل. لكن الالب مالتي فيت الفيتامينات اللي فيه قابلة للذوبان في الماء فالزياده منه بينزل عن طريق. اول مره اسمع موضوع ان ممكن فيتامين يدوب في الدهون. زي فيتامين د، زي فيتامين كي، زي فيتامين اي، دول بيدوبوا في عشان ده شيء مضر ولا شيء كويس؟ لا طبعا مهم جدا الفيتامينز، كل الفيتامينز. لا انا بتكلم على ذوبان الفيتامينز في الدهون. لا طبعا بس الفيتامينات القابله للذوبان في الدهون دي بتتاخد بعد وجبه فيها نسبه دهون عشان الجسم يقدر يستفاد منها. الفيتامينات اللي قابلة للذوبان في الماء بتتاخد بعد الأكل بساعة عشان على كوباية مية كبيرة، ده بيبقى امتصاصه أحسن. جميل. طيب تعالي بقى نروح لشوية أسئلة وصلت لنا من المشاهدين. رمضان محمود بيقول إن عنده 49 سنة وعنده الضغط، فهل
مناسب ليه انه ياخد بيستا ولا في مشكله؟ لا ما عنديش اي مشكله مع مريض الضغط اطلاقا، بالعكس مريض الضغط لازم يخس ولازم يقلل نسبه الكوليسترول اللي عنده. مريض الضغط بيمشي على الادويه بتاعته، لو عنده كوليسترول بيمشي على ادويه الخفضه للكوليسترول، وبيستا اوريدي فيه كروميوم، الكروميوم بينظم لي مستوى السكر ومستوى الكوليسترول. بالمره بقى عشان نطمن بقيه الناس من اصحاب الامراض المزمنه، طب اللي عنده سكر، اللي عنده ارتفاع في نسب معينه من امور معينه في جسمه، يعني هل في اي من الاخر كده محاذير للتعامل مع هذا المنتج؟ ما فيش اي محاذير، يمكن الكونسرن بتاعي البسيط جدا، ويقدروا يستشيروا الاطباء على الكورس المناسب ليهم. لا قدر الله لو في فشل كلوي، لا قدر الله، دي اي حاجه بياخدوها تحت استشاره الدكتور. ده حتى الاستثناء الوحيد، يعني اللي عنده مشاكل في القلب لا ما عنديش مشكله خالص، برضه عادي خالص. تمام. لكن الفشل الكلوي حتى اللحمه او البروتين اللي بياكلوه بحساب طبعا. طيب ريهام احمد بتقول بنتي عندها 10 سنين ووزنها 68 كيلو وشعرها بيقع بشكل كبير، فهل لو اديتها الكورس ده هينزل وزنها وموضوع او مشكله شعرها هتتعالج ولا لا؟ الشعر كتير قوي بيسالوني على الشعر يا كريم، الشعر محتاج فيتامينز على طول، بقول محتاج زنك، محتاج فيتامين بي كومبلكس، مش بس البيوتين، محتاج كوبالامين وفوليك اسيد، محتاج زنك، محتاج فيتامينز، محتاج حديد، عشان كده لازم تشوف نسبه الحديد والسيرم فيريتين لما تيجي تعمل تحليل الدم، صوره الدم تعمل تحليل مخزون حديد. احيانا بيبقى في مشاكل مرضيه زي امراض مناعيه بتعمل الوبيشيا، زي امراض الغده الدرقيه بتعمل برضو فقدان في الشعر. لكن لو انا ما عنديش مرض يستدعي دكتور ورشده الطبيب، لازم امشي على فيتامينات. اكيد الاكل ما بتاخدش الانتاك للفيتامينز بصوره كويسه، ولازم طول الوقت اتاكد من كفاءه الجهاز الهضمي. يعني على طول بقول الجهاز الهضمي يعني لو عندي اختبار معين دي حاجه معينه، لو عندي حموضه، لو عندي ارتجاع في المريء، لو عندي اسهال مزمن، لو عندي امساك مزمن، ما سيبش نفسي. المعده هي المسؤوله عن امتصاص المعادن والفيتامينات. لو عندي مشكله في المعده وما روحتش للدكتور يعالج، وما حدش ياخد ادويه حموضه من نفسه خالص، لان ممكن يقول لك انا عندي حموضه واخد حموضه وهو اصلا عنده ارتجاع في المريء. فمحدش، انا ما بحبش الناس اللي ايه، يعني على طول بقول بلاش ناخد ادويه المعده والجهاز الهضمي من نفسنا، الدكتور هو اللي يوصفها. بالمناسبه بمناسبه الكلام عن المعده، هو ليه سموا المعده بيت الداء؟ لان هي المعده هي اساس كل حاجه، المعده اساس المناعه. ناس كتير مش عارفه ده، معدتي فيها حاجة وأمعائي فيها حاجة، ما عنديش مناعة. الميكروبيون والبكتيريا النافعة دي مع الخلايا المناعية هي اللي بتعمل لي المناعة بتاعتي. أوكي. المعدة أساس امتصاص الفيتامينات والمعادن. لو عندي مشكلة في الجهاز الهضمي بتاعي، مهما أكلت حاجات فيها فيتامين سي وفيتامين بي مش هيحصلها امتصاص، أخدت مكملات غذائية فيها فيتامينز مش هيحصلها امتصاص. فلازم أعتني جدا 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 بجهاز الهضمي جدا. جميل. طيب سؤال تاني من فادي عزيز بيقول انا عندي 31 سنه ووزني كان 109، اخذت الكورس ووزني بقى مناسب، هل لو وقفته دلوقتي ارجع ازيد تاني ولا لا؟ دي النقطه اللي كنت بتكلم معاكي فيها من شويه. بالظبط، ما هو ده اللي بقول، إن, ان ان لو هو عنده الاراده الشديده انه يفضل بعد ما وقف بيستا ياكل الاحجام الصغيره دي، اوكي. لكن ده ما بيحصلش غير مع التكميم او زي ما حضرتك قلتي من شويه، فكره ان هو ممكن يقلل المعدل بتاع اخدانه للبيستا في الحاله، بس هو ده يعني كورس كل يومين ثلاثه مثلا ياخد مره او حاجه. بالظبط بالظبط. طيب ألفت محمود بتقول انا ولدت ابني من سنه ووزني 125 كيلو وبحاول امشي على دايت بقالي كتير ومفيش نتيجه، فهل متاح اخد الكورس اثناء الرضاعه؟ مفيش مشكله، ويقدروا كمان يكلموا عن طريق الارقام اللي ظهر على الشاشه. امن جدا جدا. جميل. طيب علا حامد بتقول انا كنت تعبانه واخدت علاج بالكورتيزون وعمل لي ميه تحت الجلد وبالتالي تخنت جدا، فلو اخدت الكورس هينزل لي الميه دي ولا لا؟ يعني هنا بقى مش بتكلم على فكره وزن زايد، هي بتكلم على ميه اتكونت تحت الجلد نتيجه الكورتيزون، فايه الوضع في الحاله دي؟ الكورتيزونات هي فعلا بتعمل احتباس للسوائل، بنقلل شويه الملح بتاعنا في الاكل وبنقدر نمشي شويه، وتقدر تاخد كورس بيستا بيقدر ينزل كمان السوائل والدهون المخزنه في الجسم. جميل. طيب في الدقيقه الوحيده اللي فاضله على نهايه حلقتنا النهارده ونهايه الفقره اللي انت نورتينا فيها، خليني اسالك السؤال ومتوقع منك اجابه مقتضبه عشان الوقت.
ايه اللي يخلي حد بيعاني من السمنه يتعامل مع بيستا ومش مع اي منتج تاني؟ علشان بيستا اول حاجه مرخص وزاره الصحه المصريه، ما ينفعش ناخد اي حاجه للتخسيس، ومش بس التخسيس يعني، حتى الكريمات اللي بحطها على وشي، حتى حاجات اللي على الشعر، حتى الاكسترنال، الحاجات اللي ما بتتبلعش لازم يبقى ليها سواء ترخيص من وزاره الصحه سواء ترخيص من هيئه سلامه الغذاء. دي اول حاجه، متوفر في الصيدليات وده يديني الامان الشديد. لكن الـ 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 الاحسن بالنسبه لنا ان هو يقدروا يتابعوا، يعني ان هم ياخدوا الكورس كامل. وبيستا عبارة عن ألياف ومكونات طبيعية من الشوفان ومن ردة القمح ومن قشور السيليوم، من فيتامين سي، من الكروميوم. آمن جدا، ما بيشتغلش على المخ، عشان كده أنا على طول بقول بيستا الأفضل للإنقاص في الوزن بدون حرمان. زي الفل، أنا بشكرك على وجودك معنا في حلقات النهاردة، نورتينا كالعادة، وإن شاء الله نشوفك على خير. والشكر موصول لحضراتكم مشاهدينا في كل مكان على متابعتكم لينا في حلقات النهاردة. نشوفكم على خير بإذن الله، إلى اللقاء.